الأهلي يهزم أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف ويقترب من صدارة الدوري والعودة إلى مكانه المفضل. كابتن شريف ألف مبروك المكسب. ألف مبروك كابتن. مبروك، ثلاث نقاط مهمين جدا بتنتقل بيهم للمباراة القادمة بإذن الله، وتبقى أنت الأول على الدوري بإذن الله رب العالمين. ده اللي احنا بنتمناه، وجماهير النادي الأهلي كلها بإدارته بلاعيبته بكل الدنيا كلها بإذن الله. الماتش الجاي هنحط بقى القواعد والأسس، خدت بالك؟ مباراة تانية خالص، لعيبتك هتبقى رجعت بإذن الله، يبقى عندك قوام أساسي تقدر تواجه بيه جميع المباريات اللي جاية. صحيح. ألف مبروك. الله يبارك فيك كابتن علاء. ألف مبروك كابتن. قعدنا برضه على أعصابنا آخر خمس دقايق لحد ما بولي جاب الجول. كالعادة يعني، واضح إن الثلاث ماتشات الأخرى دول أنت لازم تقعد على أعصابك لحد ما تأكد على الثلاث نقاط، لكن مبروك، ثلاث نقاط مهمين جدا في سباق الدوري. وما يجي بقى نتكلم على المباراه كفنيا فيها كلام كتير بصراحه. صحيح. كابتن اسامه الف مبروك، فوز مستحق للنادي الاهلي برغم حرق الاعصاب. الحمد لله، يعني اهم ما في المباراه ثلاث نقط. صحيح. قربتنا من الصداره وده مهم جدا، وكويس انه في فتره توقف بعد المباراه ديت عشان نراجع حساباتنا في بعض الحاجات، وان شاء الله يكون لعيبه برضو المنتخب الاولمبي رجعوا يساعدوا في الـ في الـ في سواء في كاساسيين او بدلاء، او لانه في امور كتير طبعا عايزه يعني يتوقف فيها ان شاء الله يعني باذن الله. بس كابتن بلال الف مبروك. مباراه سهله لكن الفوز كان صعب. لا الفوز سهل برضه. لا الفوز صعب عليه، صعب قوي يعني. لا طبعا مبروك طبعا للنادي الاهلي، فوز مستحق طبعا. يعني انت لما تيجي تشوف المباراه كمجمل يعني طبعا النادي الاهلي سجل ثلاث اهداف، اضاع اكثر من هدف. هي فكره ان انت جيت في وقت من الاوقات قلقان، يعني دخل فيك جول، الحماس زاد عند فرقه اسوان، في كره اتلعبت انقذها علي لطفي وانا باشيد بيه طبعا، يعني انقاذ رائع جدا جدا جدا، كان ممكن المباراه تروح في حته ثانيه. ولكن الاهلي افضل طول المباراه، بس صحيح. زي ما قال كابتن من شويه، احنا اللي بنحط نفسنا في الحته دي، يعني فرقه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي هي بتحط نفسها في الحته دي. وكمان عايز اقول حاجه ثانيه شويه، التغييرات الكتيره ساعات بيبقى ليها زي ما بقى ليها عامل ايجابي وبقى ليها في بعض الوقت عامل سلبي. يعني انا كسبان 2-0، تغيير كتير قوي، اللعيبه اللي داخله لسه ما دخلتش في مود الجيم، بتلاعب فرقه عندها حماس كبير جدا ممكن تقللك شويه. وفي بعض الاوقات لما تبقى لا قدر الله متعادل بيبقى العكس، بيبقى الحماس اكتر بكتير جدا، الرغبه بتبقى اكتر، فبتقدر تسجل زي ما عملت المباراه اللي فاتت. ولكن الحمد لله مكسب طبعا. انت بتحتاج في بعض الاوقات الثلاث نقاط بتبحث عنهم بشكل كبير عشان تفضل تستمر، حتى وان كان ادائك يعني مش بالاداء المطلوب، ولكن انت برضو بتبحث عن الثلاث نقط المهمين بالنسبه لك، وخصوصا في الفترات الاخيره من عمر الدوري. الفترات الاخيره، المباريات المتلاحقه، اللعيبه اللي يمكن اكثر نادي عنده تضرر من حته المنتخب الاولمبي كلعيبه، يعني كلعيبه هو النادي الاهلي. انت عندك اربع لعيبه اساسيه في النادي الاهلي مش موجوده النهارده. مش موجوده عندك، بالاضافه برضو ان انت عندك لعيب ممكن النهارده يكون بديل لمجدي قفشه ناصر ماهر، برضو مش موجود، كان ممكن في بعض الحالات ياخد او في بعض الاوقات ياخد في الفتره الحاليه دي، برضو مش موجود النهارده. فالاهلي تضرر، ولكن عشان كده بنقول ان المكاسب لما تيجي في وقت الصعوبات بتبقى هو ده المطلوب يعني كحاله عامه. الثلاث نقط. طبعا طبعا. كابتن شريف رؤيتك الفنيه بقى لاحداث المباراه. مفيش كابتن ايمن، احنا واضح لنا من بدء الامر كده في اول ما اتفرجنا على الماتش، الماتش سهل جدا. مباراه مفتوحه بالنسبه للنادي الاهلي. نادي اسوان ما عندوش اي انياب، ما عندوش اي وجود في الملعب الا بالميز باص اللي بيحصل منك انت من الكرات المقطوعه. كانت كتيره النهارده. في اول شوط عموما يعني، ف لما حد بيحتفظ بالكوره وعايز يعدي من واحد واثنين وثلاثه ما لازم هتتقطع. عدم تحركات اللعيبه في اول شوط بشكل التزامي كده للعيب اللي معاه الكوره اللي احنا نوهنا عنها قبل الماتش ده، واللي حصلت في الماتشات اللي فاتت، وهي اللي بتعمل لنا مشكله دايما في افساد الهجمات اللي احنا بنبقى عايزين نعزز بيها هدف او نكون لينا الاسبقيه. فالبطء برده بعد الشيء في تناول الهجمات من ناحيه الاطراف، وكنا الملعب مايل يعني. انا ما شفتش ربيعه خالص الحقيقه، غير في حالات دفاعيه بس، انما ما شفتوش في اي حاله هجوميه، يمكن حاله واحده في الشوط الاولاني. ف جبت جول في الدقيقه 22، كان ليك وجود
ما عززتش الجون برضو. دايما مشكلة مع اي فرقة بتلعبك في الدوري، قلنا قبل المباراة او اي مباراة، هما ما بيبقوش هما في اليوم ده، بيبقى اضرب اللاعب في 2 3 4، كل لعيب بيبقى عنده طاقة نفسية انها تبقى موجودة. اللي حصل بقى في اخر الماتش ده، ده شكل جهاز فني اطمن للمباراة، عايز يشرك لعيبة بعيدة جدا عن المباراة، ومن حقه، ومن حق اللعيبة دي انها تخش الماتشات الرسمية والاسبرينتات القصيرة والاحساس بالملعب، ده كان مفروض النهاردة. بس لازم برضو انا كلعيب انزل عندي التزام في كل شيء، يعني انزل العب اللعب العادي بتاع النادي الاهلي، امسك الباص وعندي الثقة وازاي العب كرة سليمة، ده اللي مطلوب مني بس، انما ما سببش نفسي مشاكل ولا لفرقتي، ابقى واقف صح طول ما انا بعمل حاجات الصح دي، كل عمرها ما هتجيني مشاكل، يعني مش هشوف الشكل اللي تهجم عليا في الاخر ده. ايوه بتسيب اللعيب يوصل لغايه انت بتبقى خايف تلمسه، يعني احسن اي حد يديك ضربه جزاء او حاجه زي كده. الجول اللي جه فينا مش معقوله، كل ضربه ثابته في اول من اول شوط لغايه اخر الشوط، انت بتعمل لنا مشكله، خطر علينا، مش عارفين نقف بشكل ان احنا نقطع الكور دي وهي جايه عاليه، نبقى في حد مسؤول عن الواحد بيعمل سبيس لورا كده بياخد الكور العاليه دي كلها، ما بتعديش في منطقه الجزاء سهل كده. بالرغم ان في حاجه، الزياده العدديه دايما للعيبه النادي الاهلي، والزياده العدديه للنادي الاهلي وتلاقي هم كلابسين ازرق النهارده مش كده، تلاقي الازرق هو اللي واضح عندي، واثنين ثلاثه من لعيبه الاهلي واقفين جنب بعض. أي. التمركز مع لعيبه الزرق حتى مش عاملين افساد للهجمه. أي. لدرجه ان الكره اتلعبت وتردت وصدت وبرده بتروح ازرق فازرق فازرق. أي. واحنا بنشاور بنقول هاند بول. أي. يعني ده الكره دي ما تخشش، لانها دي هي دي الكرات الوحيده اللي بتهددنا في الدوري كله. أيوة. ما عندناش حاجه تانية بتهددنا، ما عندناش غير ميس باس وكونتر اتاك وتكاسل. تاني حاجه نص ملعبك اللي انا عايز اكلمك فيه بقى، هو التيمبو الايقاع بتاع فرقتك. أيوة. لو نص ملعبك اذا كان ديانج او حمدي فتحي او سوليه، لو ما حصلش فيه تمركز سليم وبقى الملعب مفتوح، احنا بقى لنا كام ماتش بنقول لك ايه، لا مركزيه في الملعب وكله فاتح والملعب اتفتح، ده مش هينفع في الفتره اللي جايه دي كلها. صحيح. الفتره لازم يبقى كل لعيب عنده التزام بموقعه وبمكانه. صحيح. بس كده. صحيح. كابتن علاء، يمكن الكابتن شريف تطرق لموضوع نص الملعب. حتى احنا لو احنا مش في حالتنا الفنيه العاليه، لما بنمسك نص الملعب بنقدر نستحوذ على المباراه حتى وان ما كان ما فيش تهديد للفريق الاخر. ولكن بمجرد ما نفقد السيطره على نص الملعب بيجي التهديد من اي فريق احنا بنلعبه، حتى لو كان فارق في الامكانيات كبير جدا. طيب نقطتين بس قبل ما نتكلم في النقطه دي. اول حاجه عايز اقول فيها تحيه لعلاء لطفي النهارده. صحيح. الانقاذ اللي عمله الاخير هو ده نقطه تحول في المباراه. تحول مظبوط. ولو دخل لو جه هدف هو مش مسؤول عنه ان الراجل معدي، لكن هو انقذها لازم يديله حقه. يعني كان في بعض الناس اتكلمت عليه قبل كده ان هو كان السبب في هدف البنك الاهلي. خلي بالك اتردد جول. بالظبط، بغض النظر اي من، حتى لو اتردد، حتى لو اتردد راحت مش جول. لا انا قصدي ان نقطه التحول زي ما انت قلت. بالظبط، ان هي فعلا من هدف فيك لهدف بالزبط. ليك 3-1. فده كل التحية لعلاء لطفي النهارده. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي اتكلمنا عليها ان احنا اتكلمنا عن فرقه اسوان كلها في الاستوديو، كل يعني كل خطورتها في كره ثابته، والهدف جه كره ثابته. عشان حته بس التمركز قبل الكلام معايا كابتن شريف، دول نقطتين كانوا واضحين قوي النهارده في خلال المباراه. صحيح. الحاجه المهمه ايمن، دايما احنا كل الفرق او احنا كفريق النادي الاهلي دايما بتهتم بنص ملعبك. نص ملعبك هو بيديك الافضليه من ناحيه دفاعيه ومن ناحيه هجوميه. أيوة. ودايما بتعمل تدعيم في نص الملعب، ودايما بتحط اكتر ناس عندك لعيبه عندها حته تالنت او حته موهبه في نص الملعب. اذا كان حته دفاعيه زي الو ديانج، او حته الهجوميه زي عمرو، زي حمدي، يعني بيعرفوا. صحيح. فلو ضاع منك نص ملعبك انت عندك مشكله في الحالتين. انت عندك مشكله دفاعيه، مشكله هجوميه. صح. النهارده المباراه في منتهى السهوله اللي ممكن تتخيلها، مباراه سهله جدا جدا جدا، ما فيهاش اي مشكله خالص. مظبوط. اللي صعب المباراه او خلى الشكل وحش كثره الاخطاء اللي حصلت في الشوط الاول، الميس باس او الاخطاء اللي يعني بتقول كده لغه الكوره ملهاش لازمه خالص. بتقطع منك الكوره سهله جدا، فبتخلي شكلك وحش. كوره معاك سهله بتقطع، بتقول عليك هجمه عليك انت بتدافع. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضه حصل نفس المشاكل اللي حصلت في مرتين سابقتين. طب قبل ما نعدي النقطه دي، ايه اسبابها؟ ده حتى بدون اي ضغوط من لعيبه اسوان كان بتقطع الكوره مننا بسهوله جدا. يعني في كور كتير قوي ايمن بتبقى مع لعيب نص الملعب وبيبصها للعيب اسوان، ممكن مش شايف كويس، حته التركيز، حته
حته عارف انت حته الاهتمام قوي الواحد لما لما بتبقى مهتم قوي تبقى قلقان حته تطلع منها الكوره لا لازم مهتم قوي عشان تطلع حته ان هو استسهال شويه هو شاف ان لعيب هيلعبها لكن اخطاء ما ينفعش نص الملعب ما تنفعش تعمل الاخطاء دي الحاجه الثانيه حته الدفاعيه الحته الدفاعيه برده نفس الكلام اتكلمنا كان المباراه السابقه ما كانش موجود بس انتوا اتكلمتوا عليها حته المساحات اللي موجوده في نص الملعب ودي ظاهره بقت موجوده لثالث مباراه على التوالي صحيح. انك في مساحات في نص ملعبك بتبقى ظاهره حته التماسك في نص الملعب وانك خطوطك قريبه قوي وان نص ملعبك قريب نص ملعب مستحوذ مقفل كويس قوي مساحات بقى لها ثلاث ماتشات ضايع منك شويه ودي دايما بتدي مش افضليه بتخلي شكل الفريق منافس ان هو عمل عليك خطوره يعني النهارده فريق اسوان لو انت قافل مساحاتك وبتسلم الكره بالظبط بعد الهدف الثاني من رجل لرجل الموضوع انتهى تماما بالنسبه لك صحيح. والتغييرات اللي عملها المدير الفني هو عايز يدي الناس بقى لها كتير قوي بره بعيد عن الملعب زي سعد زي محمود متولي وكده وتفكير صح لكن لازم كمان يبقى مجريات المباراه مساعداك لكن انت صعبت الامور على نفسك لان هدف اللي جه فيك دائما هدف جه بطريقه مش كويسه ومهما كنت انت عندك ثقه في نفسك ومهما كنت انت اقوى مهما كنت انت في فروقات كبيره قوي بينك وبين الفريق المنافس في سنه قلق دخلت على لعيبه النادي الاهلي هدف زي كده ممكن واحده ثابته تاني تيجي في قلق حصل عشان كده القلق ده حصل تحس ان الاداء بقى فيه عشوائيه شويه لازم في الوقت ده حد في الملعب حد بره الملعب نهدى والكره في رجلينا احنا اسوان بيرجع تحت الكوره لكن مفيش مراقبه هو ناس كتيره موجوده في نص الملعب لكن من غير مراقبه تكتل بس انت غالب انت مش مستعجل على حاجه لكن الكوره واتنقلت من رجل لرجل اعتقد الامور هديت لكن برده المشكله انك انت بتجري منافس في طريقه لعبه او في الوتيره بتاعت لعبه انت مش محتاج كده هو بيدور على تعادل انت كسبان وانت افضل في كل حاجه لكن انت بتدور شويه على لعب صعب ودي برده ملاحظه على لعيبه النادي الاهلي دايما بدور على الصعب صح. ده عايز اعمل حاجه فيها شكل جمالي عايز اعمل حاجه فيها صعوبه كبيره مع ان لو الكره سهله اسهل حاجه الكوره يعني الهدف الثالث ده كره اتلعبت هجمه مرتده وحلوه قوي اتعملت لبواليا اللي خدها جول ثالث حلو قوي فالسهوله في الاداء خلي بالك كمان احنا كنا بنتكلم قبل المباراه على الهجمه المرتده السريعه او الهجمه السريعه كويس الكره دي من ثلاث نقلات ودي اسرع زي الماتش اللي فات علي معلول بالظبط الكره الاخير دي اسرع هجمه انت عملتها بالظبط في طول المباراه بالظبط عشان كده بقول لك لازم الاداء فيه بطء يمكن وقت الراحه اللي بعد مباراه النهارده اكيد هيستفادوا منه لعيبه النادي الاهلي كويس ان هو جه الحمد لله في فايده اكيد في راحه في هدوء شويه مباريات كانت ورا بعض كتير قوي ممكن يبقى عندهم العذر ده هو ده شكل المباراه النهارده شكل المباراه النهارده ان كان فيه اخطاء لكن طيب. انت الحمد لله قدرت تخرج بمكسب ومكسب كويس جدا الحمد لله صحيح. الهدف الثاني اللي عمله علي معلول حاجه حلوه قوي الحاجه الحلوه مش محمد شريف حاجه حلوه الكروس اللي عمله علي لمسه والثانيه وشايف وشريف مش في احسن فورمه النهارده لكن هو ده الهداف في اخر حتى لو في اخر ثانيه مباراه ممكن يجيب لك هدف ودي فايده ان محمد شريف دايما موجود في المباراه مظبوط كابتن مسمى الكابتن علاء اتكلم على موضوع التغييرات بالنسبه لمستر موسيماني هل المستر موسيماني بعد 2-0 وعدم وجود خطوره من فرقه اسوان الا من الضربات الثابته ممكن يكون جاله الاحساس ان الماتش خلص اكيد ما هو التغييرات دي الاحساس وصل كده للجهاز الفني ان الامور خلاص انتهت تماما لكن عدم التمركز الجيد في الضربه الثابته اللي هو الحلواني قلنا من اول مباراه مميز فيها جدا 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 الشوط الاولاني في كوره اللي هي الاوفسايد جت هدف كوره بعديها اتلعبت حطوها المهاجم حطها براسه فوق العارضه والكوره الثالثه هدف غير الضربات الركنيه فما تعاملناش معاها بصوره كويسه الهدف ده هو اللي اربك الدنيا يعني هو مستر موسيماني مش بس مستر موسيماني اعتقد الجماهير وممكن احنا كمان حسينا بعد 2-0 انه المباراه انتهت وهي الطبيعي انتهت مفروض مع فرقه مع زي النادي الاهلي وجايبه 2-0 وناقص ربع ساعه مع اسوان مع احترامي الكامل ليهم بذلوا جهد كبير وفي اكتر من لاعب واضح ان في شغل معمول وجهد وبيحاولوا لكن انت اللي حطيت نفسك في المأزق ده يعني
تمرير خاطئ كتير جدا النهارده جدا من الشوط الاولاني، والشوط الثاني كمان اوضح بقى، تمرير كميه تمرير خاطئ في وسط الملعب بتفقد الكوره ببساطه شديده جدا من اكتر من لاعب، مش 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 واحد بس، يعني كتير كتير تمريرات. انا قعدت اكتب تمريرات مقطوعه كتيره جدا 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 بدون ضغط، يعني انا ممكن بالزبط. ممكن يكون في تعب، انا ما بقولش لا، الماتشات اللي ورا بعض ممكن يكون في تعب، ولكن برضو وانا تعبان مفروض يبقى صحيح بتعمل عدم تركيز شويه، بس انا كنت اقول انه لازم تركز، بس لازم حتى يعني يبقى فيه اهتمام، وانا بمرر الكوره فيه اهتمام. فالاحساس اللي هو ان المباراه انتهت وصل للعيبه في الملعب، واعتقد وصل للجهاز الفني بالتغييرات اللي حصلت. اللعيبه اللي نزلت مش لعيبه وحشه، بس في ناس فيهم بعاد بعيد كتير جدا. يا ريت يجيبوا اول ما نزل اجايلي اسامه وهو بيحكي كده على حكايه المس باظي، اول ما نزل كره لينا رجعها المهاجم، راح مرجعها لواحد هجم علينا المهاجم اللي وراه برده نفس، يعني يا ريت يجيبوا كميه اخطاء كتيره في التمرير دي فرقت كتير قوي. لكن الحمد لله ان الثلاث نقط جم. كل اللي اقدر اقوله انه مفيش شك ان فتره الراحه ديت والتوقف ان مفيش لعب مطلوبه جدا 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 عشان الناس اللي هي بتلعب كتير تريح، زي علي معلول، زي ايمن اشرف، زي السولية، زي كل الناس اللي بتلعب كتير، محمد شريف، واللعيبه اللي هي ما بتلعبش كتير برضو فتره انه يتمرنوا اكتر ويجهزوا اكتر، وكمان تشيل الضغط شويه من على الجهاز الفني. ايوه احنا فتره الراحه اللي خدناها بعد ماتش قبل ماتش الترجي فرقت معانا كتير جدا في الاداء في ماتشين الترجي وماتشين بعديها، لكن دلوقتي جت في توقيت مناسب موضوع صحيح. الراحه الحمد لله على الثلاث نقط، يعني مبروك طبعا. كابتن بلال، باقي خطوه والنادي الاهلي يركب الدوري، ولما بيركب الدوري النادي الاهلي بعون الله ان شاء الله ما حدش يقدر ينزله. خطوه يبقى احنا سابقين، يعني مواجهات مباشره واهداف، يعني قصدك في لو تساوينا في النقاط يعني بالظبط. ده طبيعي يعني، خد بالك بس لسه باقي كتير على الماتشات صعبه كلها طبعا. يعني هو احنا قلنا الدور الثاني بتبقى الماتشات صعبه قوي، لان كل الفرق بتبقى محتاجه النقاط، ولو مش محتاجه نقاط محتاجه ان هي تظهر نفسها. كل مدير فني خد بالك مباريات الاهلي احيانا كتير بتمشي مدربين صح. يعني النهارده لو مغلوب 3، مغلوب 4، مغلوب 5، نتيجه تقيله عليك لو انت معاك فرقه كويسه يعني تمام، وبتتحسب عليك كمدير فني يعني، وبتقلل من رصيدك وامكانياتك عند مجلس ادارتك وجمهورك لو انت فريق عنده يمتلك جمهور يعني، وكل لعيب بيستنى كمان ماتش الاهلي ده وضع طبيعي. فكل المباريات اللي جايه كلها صعبه جدا 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 جدا. انت في تحدي او كنت في تحدي وما زلت في تحدي، انت عندك فريق كان سبقك بحوالي 9 نقاط تقريبا، بتحاول ان انت تواصل وتكسب عشان تتساوى معاه في النقاط، دي رقم واحد. رقم اتنين هتبص بعد كده هتشتغل ازاي، يعني لما يبقى الجيم ما بينك وما بينه ماتش بماتش في تعثرات كتير، وضع طبيعي انها تحصل في الدوري العام، مفيش انت لسه هتلاعب وهو لسه هيلاعب فرق تانيه برضو، والدوري هيبقى صعب شويه. يعني احنا النهارده بس بنتكلم عشان الاهلي هو اللي بيلعب لوحده، مفيش حد تاني بيلعب مع الاهلي، فمش شايفين الخصم بيلعب ازاي ولا قدراته عامله ايه، ولا هو استعد ولا ما استعدش، لسه الامور بالنسبه لنا لسه مش واضحه بالنسبه للخصوم يعني او للفريق المنافس بالنسبه لنا. الماتشات طبعا صعبه جدا جدا، مفيش شك، واحنا قلنا ان احنا بنلاعب او هنلاعب الاربعه اللي بيصارعوا للبقاء في الدوري العام، ودي بتبقى مشكله كبيره جدا 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 يا كابتن ايمن، ان انت تلاعب فرقه كل اللي عندها روح قتاليه، او كل اللي هم بيأملوا فيه انه يفضل يقاتل معاك في الملعب ياخد نقطه يطلع بنتيجه. يعني النهارده هم بعد المباراه كلهم مبسوطين، يعني فريق اسوان مبسوط، حاسس ان هم قدموا مباراه قويه بالنسبه لهم، حاسس ان هم ما طلعوش بنقطه، ما خدوش اقصى حاجه بالنسبه لهم، اقصى حاجه بالنسبه لاسوان وتعادل مع النادي الاهلي، دي اقصى طموح ممكن بالنسبه له، لكن هو خد اللي بعديها على طول. وصل ان وقت من الاوقات زي ما الكابتن علاء قال من شويه انه خلاك قلقان في بعض فترات الماتش، انت كسبان 2-1، انت مش متعادل، انت كسبان 2-1، ومع ذلك جالنا فتره دقيقتين ثلاثه انت فرقه النادي الاهلي قلقانه شويه. قلقانه شويه عشان في بعض الحاجات اللي فيها تكنيكال يعني تمام. يعني النهارده الاهلي افتقد كام ثلاث اربع حاجات كانوا مهمين جدا، الضغط اللي كنا بنعمله على الخصوم تمام،
مش موجود النهارده في الملعب، ممكن يبقى له اسباب كتير، لكن انت كنادي اهلي مطالب انك تعمل ضغط في اوقات كتيره جدا على الخصم، خاصه لما تحس ان الفريق، يعني انت النهارده اسوان سجل هدف، مش طبيعي ان هو اللي يضغط عليك، الطبيعي العكس، انت اللي تضغط على اسوان بعد ما هو سجل الهدف التقليصي الفارق ل 2-1. رقم 2 النهارده برده الحاجه اللي ما شفتهاش، وده الدور اللي كنا بنتكلم عليه، البدائل اللي انت محتاجها، انت محتاج واحد احيانا يبقى بديل لمجدي قفشه، هو ده اللعيب اللي بيدور الكره في الملعب، المايسترو بتاعك اللي بيشتغل، هو قفشه لما يعني دايما افضل حالات النادي الاهلي كان مجدي قفشه، هو بيبقى فايق، الكره بتدور من اليمين للشمال وبتلاقيه فترات بيطلع بيروح طرف يمين، فترات بيروح طرف شمال، فترات بيلعب في القلب، احيانا بيتقمص دور الميد فيلدر رقم 8. النهارده برده يعني ممكن عشان الفتره الكبيره اللي لعبها مجدي قفشه ورا بعضه مفيش تبديلات ومفيش بديل موجود، فممكن تلاقيه في حاله ارهاق برده وحاله اجهاد، وده وضع طبيعي. تمام، الاهلي النهارده ما كناش بنشوف النادي الاهلي بيدور الكره من يمين الشمال ومن الشمال لليمين، يعني النهارده الكره دايما بتتقطع، يعني بتروح ناحيه اليمين بتتقطع، بتروح ناحيه الشمال بتتقطع، الهجمه ما بتكملش، في ادوار كتيره للاعيبي نص ملعب مهمه جدا جدا ان هم يقوموا بيها. المباراه اللي جايه صعبه، احنا بنتكلم النهارده في اسوان، بنتكلم في البنك الاهلي، بنتكلم يعني في فرق الانتاج الحربي، في فرق هم اقل فرق الدوري العام. المباراه اللي جايه هتبقى صعبه عليك، لازم تكون مكتمل. لا ان شاء الله باذن الله هيرجع لنا الغيابات، لان انت برضو عندك غيابات مؤثره عندك، وحتى وان كانت الغيابات يعني لو مش هم مثلا في التوب فورم بتاعهم، بس برضو هيبقى عندك بدايل بشكل كبير جدا، لكن الاساسيين اللي موجودين عندك، انت عندك اكرم اساسي، عندك طاهر محمد طاهر اساسي، عندك الشناوي طبعا لعيب اساسي وبيدي ثقه، والشناوي خد بالك دوره ككابتن برضو للفريق ده مهم جدا، خد بالك ده الدور يعني انا بشوف انه ده الدور الاول قبل ما يكون هو الشناوي الحارس الاعظم او الحارس الافضل في الدوري المصري يعني. فعايز اقول كسبت المباراه الحمد لله بنتيجه 3، وبيعجبني خلاص ان النادي الاهلي رجع لنغمه انه بيجيب في الدقيقه 90 من تاني، يعني انت المباراه اللي فاتت بتجيب في الدقيقه حاجه و90، الماتش ده برده بتجيب في الدقيقه حاجه و90، فدي حاجه جيده بالنسبه، ودي سمات النادي الاهلي انك بتشتغل لحد الاخر. يعني احنا كنا جات لنا فتره ان الاهلي بيتسجل فيه في الدقيقه 89، الاهلي بيجي فيه جول في الدقيقه 90، وده كان امر مش طبيعي بالنسبه للنادي الاهلي، لكن الايجابيه النهارده انك بتوصل للدقيقه 90 وبتسجل هدف، عندك الرغبه مش بس في الحفاظ على نتيجه الماتش، عندك الرغبه في انك في تسجيل هدف ثاني برغم ان انت متقدم 2-1. النهارده في اكتر من حاجه فنيه، ولكن عذرا برضو للعيبه، لان انت في وقت من الاوقات بتبقى انت يعني زي ما قال كابتن علاء تغيير 5 لعيبه عشان اللعيبه اللي موجوده عندك، انت كمدير فني بتحس بالاجهاد، بس برضو تغيير 5 لعيبه امر برضو مش بالسهل. احنا 2-0 والمباراه في ايد النادي الاهلي، وده عادي وعادي جدا المدير يعني الفني ان هو يغير، ده وضع طبيعي على فكره يعني، بس برضو ساعات الامر ممكن يبقى صعب شويه عليك، خاصه ان انت برضو في يمكن في من البدلاء سعد سمير ما لعبش قبل كده خالص، محمود وحيد برده ما لعبش قبل كده خالص، محمد متولي برده ما لعبش قبل كده خالص، فدخولهم في المباراه في مباراه صعبه زي كده بيبقى الامر صعب شويه، ولكن طبعا يعني في النهايه ان انت وانت كسبان كل الامور بتتنسي، السلبيات والايجابيات، وانت بتشتغل انت كمدير فني، واكيد مستر موسيماني هيشتغل على بعض السلبيات اللي كانت موجوده النهارده، والاهلي كده كده وكسب المباراه، وده اللي انت عايزه المباراه، وقلنا الكلام ده قبل كده يعني. وبس عايز يعني كابتن علاء حيي علي لطفي، انا بحييه تاني وبحيي برده حسين الشحات، احنا كنا بنتكلم قبل الماتش بنقول ان حسين الشحات ابتدى يعلى بشكل كويس، حسين الشحات النهارده 2 اسيست رائعين جدا جدا جدا، بيأدي بشكل كويس، ثقته في نفسه بترجع بشكل كبير جدا، وهو لعيب مفيد جدا حسين الشحات الفتره اللي جايه، لانك انت ممكن تستخدمه كرايت وينج وممكن تستخدمه كرايت باك. صحيح زي ما قالوا الكباتن، طبعا الغرض من المباريات ديت الاطمئنان على بعض اللعيبه، الغيابات خلي بالكم الكتير دي برده، يعني في 3-4 لعيبه مؤثرين غيابهم مؤثر، عشان احنا طبعا بنقول الاهلي بنحضر، ولكن في لعيبه مؤثره في حاله غيابها بتاثر اكيد، طبعا البدايل بتعمل مجهودها وبتعمل اللي عليها وزياده، ولكن في بعض المراكز وضح تاثير بعض الغيابات دي. تعالوا نروح للمؤتمر الصحفي المستر موسيماني ونشوف قال ايه بعد المباراه. بعد اذنكم اوكي اتفضل. Tonight was at least a chance for us to catch somebody on a counter attack in the last minute. انا تاني فرصه كان عندنا الماتش ده ان احنا هنلحق بعض الناس في المرتدات في اخر دقايق زي ما احنا شفنا كده. Because every time the goal that came in, it's a goal that comes, it's a goal that comes against us. لان اللي عملناه ده الجول اللي جبناه النهارده في الاخر ده بتاع بوالي، ده الجول اللي بيتعمل فينا في كل ماتش. So we enjoyed it too. فاحنا مستمتعين باللي حصل النهارده الليله دي. It only shows that the team goes
to attack. ده بين الفرقة بتطلع لقدام بتهاجم. They open at the back. نفتح ورا. So they did that for the last three minutes. أما ده في آخر ثلاث دقايق فرقة أسوان عملت كده فتحت ورا في ظهرها. And we scored. واستغلناها وسجلنا منها من مرتدة. So this is how frustrating it is for us when we always have people sitting back. دي كانت بتحبطنا لما بتحصل حاجه زي كده بيلعبوا معانا تلاقي فرقه مقفله وبيستخدموا مساحات يعملوا مرتدات علينا واحنا نكون طالعين فاحنا يعني دي كانت بتضايقنا عملناها اللي كانت بتحبطنا نفذناها النهارده وسجلنا منها بس الماتش ده زي اخر ثلاث ماتشات لعبناهم يعني نسجل وبنركب الماتش بنتحكم في ايقاع اللعب بس طالما ما جبتش الجون الثاني بتخلق نوع من انواع العصبيه للفريق بس مسجلنا الجون الثاني كانت افضل كان الموضوع الامور كانت احسن وطبعا بعد ما جبنا الجون الثاني الفرقه ما كانش عندها اي حاجه غير تطلع قدام ترمي قدام على طول تطلع لقدام بيطلعوا بيزقوا لقدام goal against us احنا حاولنا برضو نسجل بس كنا في حذر برضو عشان مش عايزين يخش فينا جوان فكان في حذر برضو احنا بنهاجم but we cannot be unhappy we scored 3 goals بس ما ينفعش نكون من السعداء النهارده احنا جبنا 3 جوان النهارده سجلنا 3 اهداف we got 3 points وخدنا 3 نقط طول الماتش اتفضلي يا فندم ايضا اوكي اتفضلي يا فندم مبروك على الفوز كل جاتيش كده ويدنج في تونايت هابي بيرث داي شكرا النهارده كهربا بيسجل Karabi scoring tonight. It was far from me. Abuali for the second game in a row is scoring. He's going to And it is because he was patient for them to give them opportunity. Because of that, they score tonight. Look, everybody is supposed to score when you play as an attacker for Ali. اي حد بيلعب في الفريق الهجومي في حته كمهاجم في الاهلي لازم يسجل طبعا المفروض يسجل طبعا نهديهم عشان بقالهم فتره طويله ما كانوش بيسجلوا قبل كده بس دي مهمتهم دي شغلتهم هم يجيبوا اهداف كمهاجمين وده اللي متوقعينه منهم ده اللي منتظرينه منهم وولتر هو بيسجل في الدقايق الاخيره الماتش اللي فات الماتش ده انا اتمنى تدي له ثقه حاجه زي كده تدي له ثقه في الماتش ده three games in a row I've been patient with him وزي ما حضرتك بتقول تصبر عليهم هو صبر على الكهرباء ثلاث ماتشات ورا بعض and maybe it's good because I was patient with him واعتقد هو كويس برضه صبرت عليه النتيجه النهارده وسجل النهارده but good but Hussein also is contributing to the goals بس برضه حسين شارك في الاهداف ساهم في الاهداف he gave عمل اثنين اسيست النهارده so it's okay Afshar didn't score today يعني أفشا ما سجلش النهارده but he's been scoring last three games in بس اخر ثلاث ماتشات متتاليه كان بيجيب اهداف أفشا الحمد لله it's not easy the stress and pressure الحمد لله مش سهل طبعا كان في ضغوط علينا but you want to win the dowry this is what you're gonna have بس ما دام عايزين نكسب الدوري لازم يكون في ضغوط لازم نتقبلها اوكي اتفضل يا فندم لسه عشان اشوف بقى كيف في بدايه المؤتمر قال ان هو سعيد في البيجنينج زيك يو ار هابي What do you think? As you said, it's good to collect the 3 points of tonight, and you give the opportunity for new fresh legs for new players who was outside for a while, like Mahmoud Boutwali participate and participate and contribute in the game win 3-1. One and the sub you did it's most positive. The player will come as an input. We want to know your comment of that. No, the subs that we did tonight was not the sub to win the match. التغييرات اللي عملناها النهارده مش عشان نكسب المباراه لان احنا كنا كسبانين 2-0 كنا متقدمين 2-0 وده التغييرات كنا بنعملها ما كناش مضغوطين واحنا بنعملها ما كانش اي ضغوط if you don't give Metwali a chance to play after such a long time on a match like this which match are you going to give him الماتش زي ده كسبانين 2-0 لو مش هتدي فرصه لمتوالي يلعب وياخد ثقه بعد فتره غياب طويله هتدي له امتى and it's good for him and his family he plays football now كويس ليه ولعيلته انه خلاص بدا ياخد ثقه ويرجع يلعب تاني وسعد برضه ادينا فرصه مشاركه سعد سمير وحيد برضه محمود وحيد so all the subs to be honest we're not the subs because we want to score وانت الامانه احنا التغييرات ما عملناش تغييرات عشان عايزين نسجل we have to give other guys a chance to play كنا عايزين ندي فرصه للاعبين تانيين بوعد ان هم يشاركوا ياخدوا زي ما مشاركه we've been playing three games in a row so
وطبعا عشان بنلعب ثلاث ماتشات ورا بعض في وقت ضيق فاللعيبه تعبانه. شفتوا شريف تعبان ازاي؟ محمد شريف مرهق يعني. Okay, scored, but هو سجل بس طبعا تعبان. So hope this break will give him a little bit of a chance to recharge the batteries. هو مدي فترة البريك اللي جاية دي، يتمنى فترة التوقف دي، يتمنى ان احنا يستغلوها ان هو يبقى فيها راحة يستريح. شريف will always score when his opportunity. شريف دايما بيكون بيجيله فرص بيسجل على طول. كان طب ده سؤال تاني؟ اوكي. What do you think about the period to stop it? About the period of break you took, the decision taken by the federation. Egypt Association to have a break before the. I have no comment. ما عنديش تعليق. Last time I commented, آخر مرة اتعلق علق على الموضوع وقفوا. What's your decision? What's your decision? أنت إيه رأيك؟ No, I told you I don't have a comment. هو مش عايز يعلق. بص حضرتك وآخر مرة. But I'm asking you. بقولك أنت إيه رأيك؟ طب رد عليه. You talk. إيه رأيك؟ بيقول حضرتك آخر مرة. You're on the safe side, eh? You see how it is to be me? You run away now, eh? تعال تدبسني أنا هو تريح نفسك. One question you run. تسأل سؤال وتجي. Okay, thank you. Okay, so Mr. Stephen. واضح إن مستر موسيماني راضي عن النتيجة وطبعاً راضي عن الثلاث نقاط اللي كسبها النادي الأهلي النهاردة، وزي ما قالوا نجومنا في الفترة دي أحياناً بتبقى مش في حالة فنية كبيرة قوي. في الفترة دي، الفترة اللي هي مضغوطة، الفترة اللي فيها إجهاد، الفترة اللي فيها تعب، الفترة اللي فيها إصابات، بيبقى تركيزك الأساسي على الثلاث نقاط. والحمد لله خدتهم. هو مستر موسيماني قال أنا سعيد بالثلاث جوال والثلاث نقاط، ودي تحسب للاعيبة النادي الأهلي الفترة الحالية. خلي بالكم إحنا في خلال 8 أيام أو 9 أيام لاعبين ثلاث مباريات، وده برضو مجهود جامد جدا 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 على لعيبه النادي الاهلي. زي ما قالوا الكباتن ركزوا على حته ان في بعض اللعيبه بعيدين جدا عن الملعب بقالهم فتره. يعني يمكن الكابتن علاء ميهوب بيقول لي من دقيقتين ان مثلا محمود متولي اخر مباراه لعبها كانت تقريبا من 370 يوم. كام يا كابتن علاء؟ اسوان. كنت اسوان كانت من سنه وشويه تقريبا. فدي اول مباراه رسميه، فدي اول مباراه رسميه لمحمود متولي. محمود وحيد نفس الحكايه. مستر موسيماني عايز يدخله، هو برده الراجل بيلعب بسيط جدا بره الفرقه بصوره كبيره، لان علي معلول هو اللي بيلعب اساسي بصفه مستمره. فبرده محمود وحيد عنصر من العناصر اللي بره، مستر موسيماني عايز يديها الفرصه ويدخلها في الملعب. فطبعا في ايجابيات كتير، ولكن خلي بالكم او خلي بال حضراتكم في حاجات احنا من بره كجمهور بيبقى لينا منظور، ولكن الجهاز الفني ليه منظور تاني خالص. وزي ما قال الكابتن اسامه والكابتن شريف والكابتن بلال ان 2-0 والفريق اللي قدامك مفيش مخالب او يعني ما بيهاجمكش، وكل اعتماده على كور ثابته، وحتى الكور المرتده السريعه كانت طائشه ما عدا كره واحده. فده ادى الاحساس ان تقريبا خلاص الماتش تقريبا انا كسبت الثلاث نقط. انا من حقي كمدير فني ادي اللعيبه اللي بعيده. انا من حقي كمدير فني ادي اللعيبه دي، لعيبه بعيده عن الملعب بقالها فتره والماتش سهل 2-0 وداخلين في الربع ساعه او ثلث ساعه الاخيره ادي. قالوا لي الاعداد ان متولي 346 يوم، يعني انت بتتكلم في سنه. فمن حق مستر موسيماني والنتيجة كده 2-0 وشايف ان تقريبا الماتش خلصان، ادي لعيبه واثنين وثلاثة. اللعيب بقى اللي بينزل هو بقى اللي يثبت لي. ممكن تكون اربع خمس لعيبة في 10 دقايق او ربع ساعة كتير، انت بتغير نص الفرقة، ولكن الماتش يستحق انك تديلهم. سير المباراة والنتيجة تستحق انك تديلهم. فمفيش حد يلوم عليه النقطة ديت يعني. وعادي وضع طبيعي جدا ان انت كلعيب او لعيب بعيد عن المباريات وفورمه المباريات بياخد وقت عبال ما يدخل في جو المباريات بقى والفورمه بتاعته.
عندك اعتراض؟ مش عارف انت بتبص لي من ساعه انا متكلم، عندك اعتراض على الكلام؟ هو عنده بس مش هيقدر. مش هقدر اقول لك. هم ده لا عندنا عندنا اعتراض. احنا عندنا اعتراض على التركيز، التركيز جوه الملعب. لا هو من ناحيه الذهني، التركيز النفسي والذهني. انا عايز اقول لك على حاجه، انا لما الكوره فيها كل حاجه كويس، اهجم عليا وهات فيها جوان وانا اجيب فيك جوان، حقك وحق مشروع جوه الملعب بدون مسميات، بدون ده اسوان وده دجله وده الاهلي وده كويس. ده مباراه متاحه للجميع. انما انت لما تيجي تلعب ونكتشف في اول 10 دقائق ان مفيش غيرك في الملعب، المساحات كلها متوفره ليك انت، مفيش اي حاجه بتيجي ضدك الا لو انت اللي عملتها بايدك. يعني مفيش حاجه كهراك في الملعب، مفيش حد سبرنتات واللعيبه بتاعتك اللي هي موجوده حاليا اللي هم ما خارج الحكايه، اللي هم بيلموا نفسهم وبيلموا لا، هي الحكايه ان انت اللي بتصدر لي ان مفيش حد غيرك موجود في الملعب. فعشان كده هي المشكله هنا، المشكله هنا ان انا جبت جون وتوفقت جبت الجون الثاني، ما تجيب الثالث وتجيب الرابع وتلعب ملتزم. وكل ماتش هنقول كده، لازم نلعب ملتزم، لازم ابقى انا واقف من على الخطوط بوجه الناس، اقول له يا سوليه اقف كده ويا ديانج حافظ على المسافات والاطراف شكلها عامل ازاي، والناس اللي نازله نفس التعليمات. مفيش اكتر من كده، عشان انت يبقى شكلك الملعب مش مفتوح بهذا الشكل. حتى لو انت قطعت كره اجايه اتباصت لورا غلط، ما شافش، معتمد على شاف احمر حد قطع الكره وخد، برضو يبقى انا عندك الصفوف بتاعتك جنب بعض. انت عندك حاجتين اساسيتين، اتنين في نص الملعب وناقل الحركه قدامهم. لازم احس بيه طول ال 90 دقيقه. عشان اخرجه يبقى مش قادر، عشان انزل بديل ليه يبقى بديل كفء زيه. يبقى انا كده عندي توازن في الملعب. هو اللي الناس ده بتتكلم فيه او احنا بنتكلم فيه او احنا عايزين كده. انما طبعا الحاله اللي احنا فيها والغيابات وعدم القوام الاساسي، وهتفضل تقول في مليون بند معاك الحق فيه ومشروع عليك الحق. طيب كابتن علاء، هل فعلا غيابات النادي الاهلي وضح تاثيرها الثلاث مباريات دول؟ بكل صراحه. لا طبعا. لا طبعا. اللي خلى الشك، اللي خلى الغيابات من الكلام على غيابات، الاداء والتزامك في الملعب. لكن الناس اللي بتلعب دي كلها نجوم وكلها اساسيه وكلها بتلعب، مفيش مشكله خالص. ماشي. يعني مش عايز اقول، يعني مش عايز اقول حد احسن من حد. انا بالنسبه لي الوحيد اللي هيفرق في كل الغيابات دي الشناوي بس. طيب بعد اذنك انا يعني معلش هقطعك واتكلم معاك برضو بصوره فنيه. دلوقتي احنا بنبص على مثلا هناخد الانطلاقات الهجوميه من ناحيه اليمين. كويس. كويس؟ محمد هاني رجع بعد اصابه. كان اكرم توفيق لعب في المركز دوت وده مش مركزه، وابتدى اول ماتش قلنا مش مركزه، تاني ماتش قلنا مش مركزه، ابتدى يعلى، ابتدى حتى بيقوم بالواجب الهجومي كويس قوي. هاني لما رجع مكان اكرم توفيق، لما اكرم كان لما اكرم في الاولمبياد دلوقتي، طبعا هاني باله غايب فتره، ففي باله كذا حاجه، عايز ارجع للمكان بتاعي، في باله ان اكرم توفيق تالق في المكان ده، فانا عايز ارجع لمكاني ده واتالق واركب وارجع مكاني تاني. عندي فتره علشان اخش فيها وارجع لمستوايا، لا هاخد لي ماتش وماتشين وثلاثه واربعه وخمسه. هاني مش من نوعيه اللعيبه اللي ماتش يجيبها، لا هو بياخد وقت عشان يرجع مكانه ويرجع لحالته الطبيعيه. فادي واحد مؤثر. رامي ربيعه مش مكانه الاصلي، مركز الظهير الايمن. النهارده شفنا رامي ربيعه مثلا في الطلعات بتاعته ناحيه اليمين مره واحده بس في الشوط الاولاني، وافتقدت وما تحاسبوش عليها طبعا، فافتقدت لان ده الاختيار الثالث. حلو صح، انا ما بحاسبوش عليها، بس انا بكلم حضرتك على انك انت افتقدت اكرم توفيق في الفتره الاخيره، افتقدت الناحيه اليمين وخطوره الناحيه اليمين. طيب ماشي، انت عايز تتكلم عن الناحيه اليمين على قبل اكرم توفيق. انا بتكلم على الغيابات. ماشي، انا هتكلم على غيابات. لو انا اكرم توفيق هيفرق معايا في تشكيل، يبقى ما مش عايز اقول كلمه ما تنفعش. لا مش تشكيل، انا هخلص كلامي. انا سمعتك بقى. انا سمعتك صح. اوكي، قبل اكرم توفيق بيلعب ناحيه اليمين، مين اللي كان بيلعب؟ محمد هاني. كان اداؤه ايه قبل ما يصاب؟ لما كان اداؤه كويس وشغال ناحيه اليمين طبيعي طبيعي كويس، كانت جابها يمين محترمه، كان عندك جابتين شغالين، هاني وعلي معلول. صح صح صح، كويس. انت بدأت كلامي كده. ايوه. لا ما انا بالعكس، مش بقيت كلامك، انا بعترض على كلامك بس بطريقه شيك. لا مش شيك. برجعك بس خطوتين ورا. طيب خلاص، انت كل الكلام قلته على اكرم متفق معك تماما. حلو. كويس، لكن انا مش عايز اقول ان الفتره اللي لعب فيها هاني
قللت الشكل بتاع الجبهه اليمين خالص. انتهات الماتشات اللي لعب فيها، انت بقالك ثلاث ماتشات يا ايمن انت مش في قمه مستواك، صح؟ مظبوط. عندك اخطاء كتير، عندك اخطاء كتير قوي في الملعب. تحس ان في كم مباراه ضاعت منك لان انت استسهلت المباراه. انا معاك على فكره لما انتقدت محمد هاني في الهدف اللي جه في البنك، لان محمد هاني حته ان هم الماتش خلاص ومفيش حد والكره سهله، لكن هو لو طبيعي كان هيروح بسرعه. انا اتفقت معاك في دي، استسهال، حاسس انه كسبوا الماتش زي النهارده. النهارده 2-0 كل الناس خلاص المباراه انتهت، والتغييرات اللي عملها الجهاز الفني مفيش حد يقدر يلوم عليه. خلي بال حضرتك ان انا لما بكلمك بقول لك على محمد هاني، مش تقليل من خالص محمد هاني، بالعكس ده هو اللي كان شايل الناحيه اليمين، بس انا قصدي ان هو بياخد فتره عقبال ما يرجع لحالته الطبيعيه. انا ما اعرفش، هي وجهه نظر. انا شايف ان الوحيد اللي ممكن ياثر معاك في كل الغيابات دي مع احترامي الكامل ليها هو الشناوي. الشناوي مالوش بديل في مصر كلها، مش في النادي الاهلي. معاك فيها. الشناوي لوحده خالص في مكان تاني خالص. كل الناس اللي موجوده بره في المنتخب الاولمبي ليها بدايل، مش ليها بدايل، ليها بدايل واساسيه وبتلعب مفيش مشكله خالص. لان مين اللي بره يا ايمن؟ اكرم كان مش هو الاساسي، الاساسي محمد هاني، هو لعب في فتره. طاهر كان ممكن ما يبداش ماتشات كتير قوي، جات له فتره اصابه كان بيلعب اجايو، كان بيلعب شحاته، كان بيلعب محمود عبد المنعم. فمكان مكان ناصر ماهر ما كانش بقاله فتره ما بيلعبش، بقاله كتير جدا. هو ده اللي انا بقول لك، عشان كده بقول لك الوحيد الاساسي اللي كان معاك يفرق معاك في كل الناس اللي بتتكلم عليها دي هو الشناوي. لو انت ايمن في الثلاث مباريات دي في ادائك الطبيعي ما مش هنسير النقطه احنا كان فارق. وانت على فكره دي نقطه ممتازه، حته اللي هو انت في نقطه مش نقطه خلاف يعني نقطه نقاش بينه وبينك، لو ادائك العادي مش هتفكر في النقطه دي خالص، بالعكس الموضوع كان هيعدي عادي، لان النجوم دي كلها نجوم موجوده. النهارده الوحيد اللي ممكن ما تعملش عليه اي لوم رامي ربيعه، من رام ربيعة اختيار ثالث ومش مكانه. حتى النهارده كان شريف كان بيتكلم على الحته الهجوميه ناحيه يمين او اسامه، ما طلعش افتقدناه جامد لان هي مش مكانه. واكيد هو موسيماني طلب منه ان هو لحد نص الملعب يامن بس مزبوط. بس لكن علي معلول النهارده تقريبا طول المباراه بيلعب نص ملعب الخصم، ان الخصم كمان مديك المساحات دي. لكن الشكل ايمن، شكل فريق ككل هو بيديك حاله اللعيبه، اللعيبه كلها لو في حالتها مش هتحس ان ناحيه اليمين كان اكرم موجود او ناحيه الشمال اي اسم موجود. حاله الفريق مش حاله اللعيب، حاله الفريق ككل هي اللي بتقول لك في غيابات. أيوة. احنا ممكن نقول النهارده كان لازم فلان موجود ليه؟ لان الحاله بتخليك تدور اسباب، ما في سبب ان اللعيبه غايبه. لكن انا شايف ان السبب الغائب الوحيد المؤثر هو الشناوي، والشناوي مش في النادي الاهلي، الشناوي ملوش بديل في مصر خالص. ايوه. بس انت برضو بشكرك ان انت وجهت التحيه لعلي لطفي على الكوره طبعاً. اللي كانت نقطه طبعاً. تحول في المباراه. ايمن الكوره دي يعني من 2-2 3-1 بالظبط. يعني كل يعني لازم اصل يعني هو ما فيش حاجه بينه وبين اي لعيب، لكن لازم لما حد يعمل لعيب يعمل حاجه كويسه ويبقى مؤثر في مباراه تدي له حقه. لان زي ما بقول لك انا 50-50 قالوا ان الهدف اللي جه في البنك الاهلي كان لازم علي بعد خطوه ياخدها، وكابتن شريف كابتن شرح انا فاكر كويس قوي. فحتى لو كان عليه بعض اللوم النهارده لازم اقول له لا، انت النهارده حافظت على ثلاث لقاءات النادي الاهلي وخليت الشكل حلو بالجول الثالث. صح. بقول لك انت لما بتسالني النتيجه كام النهارده وكام، منين انا بجيب النتيجه؟ بقول 3-2 3-1 4، من امكانيات الفرقه دي وامكانيات الفرقه دي. فلما بشوف الواقع اللي انا بشوفه في الملعب ده هو اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. هل الغيابات مؤثره؟ هل مش مؤثره؟ انما انت كنادي اهلي المفروض انك انت باي حد بنفس الشكل اللي انت موجود فيه ده ما كنتش وافقت كمان على النادي دي تسافر، انك انت واثق في امكانياتك. صحيح. اسامه كابتن اسامه، دي الكوره اللي هو صدها علي لطفي وكانت نقطه تحول. طبعا كانت الكوره لحسين الشحات تقريبا من اسرع الهجمات. كورتين والثالثه حسين رؤيه هايله وتحرك هايل من بواليا وتصرف كويس، بس نجيبها الاول من ممكن نجيبها من بدايه من ساعه ما علي انقذها يعني لو موجوده لا قبل الجول. لا احنا عايزين الكره المهمه لما علي لطفي انقذها وتردت بجول لو هي موجوده. ماشي كابتن اسامه، بنتكلم على الغيابات. والكابتن شريف ليه وجهه نظر، انا ليا وجهه نظر.
كابتن علاء ميوب كان ليه وجهه نظر. يعني انا متفق ان اي حد بيلبس الفانيله الحمراء المفروض نكسب، ولكن في جاهزيه لعيبه وفي فروق فرديه بين اللعيبه. مفيش شك ان بعض الغيابات مؤثره مع فرقه النادي الاهلي، مش عشان انت هتلعب اسوان او البنك الاهلي او الانتاج الحربي، في شكل اداء الفرقه. يعني هي الجاهزيه بتفرق كمان، يعني في ناس امكانيات زي ما بنقول على الشناوي، مفيش حد في مستوى الشناوي في افريقيا دلوقتي وفي مصر، حتى المباريات اللي مأديها في مع المنتخب الاولمبي رائعه، واخرها مباراه استراليا كان سبب من الاسباب الكبيره جدا في فتره استراليا ضغطت وكانت هتكسب، وقدر يحول المباراه بعد كده وطلع ببر الامان، ده شال اربع كور في دقيقه واحده. مظبوط. فطبعا ده فنيا مش تقليلا من علي لطفي. علي لطفي جون ممتاز، والنهارده الكره اللي كنا لسه بنعيدها دلوقتي فرقت كتير جدا في نتيجه اللقاء، لان كانت في الدقيقه 93.5، يعني كان لو جت ممكن النتيجه 2-1، كانت 2-1 كانت تبقى 2-2. مظبوط. ولكن شناوي بخبره اللعب و فكمان حالته الفنيه جاهزيته موجوده. نفس الشيء لما نيجي نتكلم على اكرم توفيق. اكرم توفيق ممكن جدا في ناس بتأدي في مكانه، طبعا كان هاني قبل الاصابه والنهارده غياب رامي مش مكانه. فاحنا بنتكلم على الجاهزيه. جاهزيه اكرم توفيق في المكان ده اولا في الفتره دي، في الفتره انا بتكلم في الفتره دي. هيدي لك باور، عنده جهد بدني غير طبيعي، روح قتاليه عندي. عنده روح قتاليه عنده، فدي بتدي لك رئه في الملعب، بتدي لك مساعده لعيبه في الملعب. واحد زي مثلا طاهر وصلاح محسن، مش برضو عشان احنا بنتكلم على الاجنحه. انت تحس ان انت ما عندكش دلوقتي غير الشحات وكهربا واجايه. وبنقول ان كهربا واجايه لسه رغم ان كهربا جايب جون رائع النهارده، لكن مش في الفورمه قوي، مش في الفورمه بتاعته. يعني طاهر بيشارك حتى لو مش كل الماتشات بيلعبها بنفس المستوى العالي، ولكن جاهز رجله، يعني في الملعب بس رجله في الملعب وجاهز وبيعمل لك. صلاح محسن لما بينزل بديل بيجيب لك اجوان وبيعمل لك اضافه. فهي الفكره مش ان الاهلي مش هيكسب اسوان بعدم وجود الناس دي، او مش هيكسب البنك الاهلي بعدم وجود الناس دي او الانتاج الحربي. بما انك بتتكلم على كهربا، ده الجول الاول لكهربا. طبعا اتعملت اولا تمريره هايله من حسين الشحات. كهربا اتحرك كويس قوي، وبعدين احلى ما فيها ان خد قرار وان تاتش صح بباطن القدم في على شمال عمر رضوان. هدف جميل جدا من الاهداف الحلوه. نتمنى ان شاء الله كهربا، لانه هداف وكان في فتره كان من هدافين الدوري السنه اللي فاتت او من سنتين كده. ممكن تجيبها لنا تاني بعد اذنك من اولها، بس عشان عايز اتكلم برضو معاك كابتن اسامه على حته السرعه. لما بتيجي تلعب الكره بسرعه وفي التحول من الدفاع للهجوم وبتبني هجمه، بص في كورتين ثلاثه ورؤيه من حسين شحات هايله، وصلت للجول في 3-4 كور. مظبوط. التمريره سريعه، وهم كمان المهاجمين الثلاثه يعني كهربا وشريف وقفشه اتحركوا بوشهم على طول على الجون، اتلعبت من حسين الشحات هايله. لا وبص الثلاثه بتوع اسوان اللي هم طبعًا بيجروا وشهم على جولهم. وشهم على جولهم بالظبط. ثلاثه بس لا الحارس طبعا ما طلعش كهربا. تشوف الكوره من اولها. اتفضل يا وسام، اتفضل يا وسام. ماشي ادي واحد. بص اثنين. لا مش دي، دي لا لا دي هجمه ثانيه برضو بنفس الاسلوب. برضو خلي بالك طويله شويه بنفس الاسلوب. بس طويله. بس دي طويله. خلي بالك اللي هو اللعب في العمق ده. دي من الاضافات اللي حصلت لفرقه الاهلي في الماتشات كتير. مزبوط. يعني جبنا جوان منها كتير. مزبوط. جدا. مظبوط. ف وفي الفتره الاخيره الماتشين ثلاثه اللي الماتشين يعني فاتوا ده الجول. بص يا اسامه منظر. اتفضل. لا بص الثلاثة رايحين على الجون، كهربا وقفشة وشريف. أول ما حسين الشحات استلم رايحين على طول قاطعين، وطبعا ملعوبة كويس قوي
طبعا في خطأ من عمر رضوان انه الطبيعي انه في المكان ده يطلع ياخدها او يشترك معاه. اعتقد صعب عليها كابتن. لا لا ما كانتش صعبه. ممكن نرجعها تاني والنبي ارجع لو سمحت. خليها الكابتن يتكلم بس لا لا هي ما كانتش صعبه على عمر رضوان. كملها انت الوقفه بتاعت لعيبه ال كملها اما تيجي عند حسين بس وقف هنا. واحد اثنين ثلاثة اربعة. لا لا سيبك بص الكاميرا المنظر ده اسامه طول 95 دقيقة. صح. احنا اتكلمنا عنه. انت فاهمني؟ أيوة مظبوط. انت استغليته في لعبة واحدة بس. صح. 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 اللي هي دي. مظبوط. اللي هو الهدف ده في واحدة بعدها كمان بس طويلة شوية. كانت طويلة. لكن هو ده حل لعيبة أسوان. عشان كده أيمن المواقف دي مش تضايقك لكن يعني المساحة موجودة. أيوة. واللعب موجود. أيوة. وكانوا سبب يتكلم بقى على الكورة كوري الحاجة الوحيدة الحلوة فيها طبعا. السرعة. أيوة. التمرير والقرار الصح. صح. بص ماشي الشكل حلو اول ازرق بص كام واحد كتير جدا جدا لكن الوقفة لكن كل لعيبه النادي الاهلي هتمسك كل مفيش مشكله. أيوة. الهدف اللي جابه كمان محمد شريف بص علي معلول استلم الكره ازاي. ايوه اتفضل يا اسامه. صحيح يحسن الشحات. فانا كنت بتكلم ان بعض الغيابات اللي حاصله من اللعيبه اللي هي في المنتخب الاولمبي في الجاهزيه حتى لو ما كانوش اساسيين كبدلاء الكرة يعني اللي ضيعها حسين الشحات دي يا كابتن اسامه هو جابها الماتش اللي فات. بس النهارده شط بوش رجله بس بعدت شويه النهارده يعني الماتش اللي فات بعيد الثانيه كانت جوه قريبه قوي كانت جوه شط رجله الثانيه كانت جوه شويه عشان كده لعب بطن رجله كانت اسهل هي دي شطه بوش رجله عشان راحت بعيد راحت بعيد شويه بس كانت ممكن تروح في الزاويه البعيده. فانا بتكلم انه في النهايه مفيش شك ان البدلاء قصدي اللعيبه اللي راحت مع المنتخب الاولمبي لو ما كانوش حتى كاساسيين كانوا هيفرقوا معاك كبدلاء في الجاهزيه. فما فيش شك انه في لعيبه بتاثر عن لعيبه لكن النادي الاهلي باي حد مفروض باي حد من ال 30 لاعب المقيدين انه قادر ان يكسب فرق الموجوده في مصر وخاصه لو هي في النص الثاني من الجدول. صحيح يعني طبيعي ان لاعبتنا مفروض يبقوا افضل يعني. صحيح كابتن بلال عايز اتكلم اقول الهدف بص دي اللي جابها حسين الماتش اللي فات قريبه قريبه وجوه شويه عشان كده عماله ببطن رجله ومعدوله ومظبوطه ولكن جسمه بالظبط كده. ايوه بس دي كمان عايزه دقه ان هي قريبه عايزه بطن رجله. أيوة. الثانيه دي عشان هو حاسس ان هو بعيده ومتطرفه شايط بوش رجله يعني بص دي بص ايمن اللمسه اللي خدها دي هي اللي سهلت كل حاجه. أيوة. هنا ما ينفعش اشوط هنا عايز دقة انك قربت اول مسافة قريبة كويس. بطن رجله اتفضل هو كان تقريبا على بعد 7 8 ياردات من المرمى كويس. لو جبت النهارده كورة الثانية كورة النهارده كورة النهارده اسامة هتلاقيها بص بعيدة ومتطرفة بص يا ايمن كويس دي بعيدة لا والرؤية بتاعتها مش واضحة الرؤية كمان مش واضحة هنا محتاج قوة فهو شاط بوش رجله يعني لو بوش رجله مظبوط هتروح في الزاوية البعيدة انما الهدف اللي جابه المراسة بخا لا قرب قوي هو طبعا معانا ما شاء الله انتوا كده صحيح انتوا ثلاثه راس حرب عارفين يعني انا بتكلم فيه ان كل ما قربت في 6 يارد او 18 انت محتاج دقه مش عايز قوه كل ما بعدت انت بتشوط مزبوط. هو ده بس الفرق بين الهدف بتاع الهدف المباراه السابقه وشوط النهارده بس صح. وكمان ده هنا ما حدش ضغط عليه الضغط مش عايز يعني هو استلم الكره اللي فاتت الثلاثه بتاعت النهارده في ناس راحت عليه برده خيلته شويه مزبوط. واتطرفت منه يعني وش رجله لو كان مقفول شويه كانت هتروح في الزاويه البعيده. صحيح. كابتن بلال عايز اتكلم على محمد شريف. محمد شريف النهارده بقى هداف الدوري لوحده. عايز اتكلم على الجول اللي جابه في الدقيقه 66 في الدقيقه 65 احنا انتقدناه في كوره. صحيح. اللي كانت انفراد هو حب يشيلها بشماله احنا قلنا ممكن كان يشيلها بيمينه اسهل او يحطها من فوق الجول يمينه اسهل يرقص الجول ولكن هو يعني يرقص الجول فيه عاتب نفسه في نص دقيقه ولا دقيقه وقدر يجيب كره علي معلول الصعبه. لا مما لا شك محمد لعيب يا ريت تجيبوا لنا اهداف محمد شريف لعيب هداف وهو كمان يعني بيستخدم ذكائه في منطقه الجزاء يعني بشكل كويس. أي. يعني هو الهدف اللي كان عايز يجيبه كان الاشبه بمباراه الترجي الهدف اللي هناك اللي حطها بشماله اللي جات له حطها بشماله يعني بص كابتن دي الفرصه دي الفرصه الاولى اللي احنا قلنا كان لازم يلعبها بيمينه بدل شمال ده ماتش النهارده ماتش اسوان ما اسوان لابس ازرق اهي
انت بتقول اهداف محمد شريف. لا انا بقول لك على فرصه النهارده الاول. فرصه النهارده اللي هو جاب بعديها الهدف مباشره. هو لخبطه قال له اهداف محمد شريف. بس احنا بنتكلم بس خلي بالك بص 9 يمكن الكره دي 10 كره في الاستحواذ في للنادي الاهلي برغم الزياده العاديه. بص للاصوات يعني اتعملت حلوه قوي الحقيقه. امتع هجمه الحقيقه يعني 10 لعبات تحرك هايل, تحرك جداً, هايل جداً, جدا 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 وتلعب المكهربه هايل. بس ممكن يرقصه بقى بيمينه. بس يرقصه بيمينه يحطها بالشق الخارجي يعملها له على على السبته. هو كمان عارف هو عشان عايز يحطها بشماله فتاخر سنه فعمر طلع قفل عليه. لا انت عارف يعني بص يعني قرار انك تحطها بش يعني تعمل فنت وتحطها بشمالك دي صعبه شويه. الحته دي صعبه قوي لان القرار هيجي متاخر شويه. تمام هو كان طبيعي جدا يحطها بيمينه في بالخارجي يا اما ياخد الكره بتصلحها على يمينه. بالظبط على يمينه. هي على يمينك. هو هي على يمينه يعني هي الكره اصلا على يمينه بيمينك في الخارجي او تاخد الجول. بس ده الجول اللي بعدها مباشره بقى في المساحه قد ايه وراحته خالص. بس علي معلول عملها حلو قوي 1-3 ما شاء الله. هو راح لها كويس قوي. هو راح لها كويس قوي قوي ويعني يعني الجول فاضي قصدي يعني. بس خلي بالك اتعامل كويس. بس خلي بالك هو اتعامل معاه كويس قوي. هي صعبه برده عشان يعني انا عايز اقول الناس انها مش سهله يعني العمليه الكره مش سهل. عايز دقه جامده جدا. عايز تركيز وعايز دقه وعايز حسن تصرف. ما انا بقول لك عايز دقه. ده اللي عمله الكره يعني ممكن لو لعبها كنت تطلع بره بره او فوق. ايوه او كمان تيجي بالعرض. صح هي ثلاث حاجات. هو لعبها على فكره اخر حاجه في وش رجله الداخلي. تمام يعني يا دوب اللي هو بيسندها بس. مزبوط. عارف حته سندت الكوره دي عايز اسندها عشان ما تروحش ايه احنا لومناها في الثانيه انما ما كنتش ممكن الومه هنا في دي. لا بالعكس ده انا يعني هو كابتن شريف تعظيم سلام الراجل الهداف لازم يبقى عنده سنس. صح. مش اي حد يجيب جول ومش اي حد يجيب جول من اي فرصه. تمام ممكن لعيبه تجيب جوال من فرص لكن مش اي حد يجيب جول من اي فرصه. انت عارف كمان يا بلال في لقطه ظهر يا ريت تجيبوا لنا جوال محمد شريف. لا استنى بس الهدى الجول ده بيتكلم بس نعيده تاني. لا يا ريت ماشي ممكن نعيد الجول. هو علي معلول بيرفع هو شاور له. عارف ان الشريف بيشاور ماشي شاور له. صح يعني مش هو معانا. بص لو رجعت لو رجعت معانا ارقامه. ارقام شريف دي 26 مباراه 16 هدف وصناعة هدف وصناعة فرص 12 فرصة. يا ريت تجيب لنا معلش الجول تاني وبعدين نجيب جوال محمد شريف. وده التميز بتاع التحركات يعني اللي قبل دي ماشي. هات الجول. هو بص الكابتن علي اتكلم عن حاجة مهمة جدا حتة الربط بقى. ايوه دي اللي احنا بنتكلم عليها. انت دايما بص زمان كانوا بيعلمونا واحنا صغيرين لما تبقى راس حربة لوحدك لازم تربط مع الراجل اللي بيرفع. مزبوط. لما تبقوا اتنين خلاص هو بيلعب في اي مكان قريبه او بعيده وبنعمل السويتش او الشيفت. تمام وهما الاتنين بيتحركوا واحده ورا واحده. لكن في الحته دي لما تبقى لوحدك لازم يبقى في ربط بينك وبين الباك يعني. بس اقف هنا اقف هنا اقف هنا بعد دي على طول هتلاقيه بيرفع او بيرفع ايده. انا برضو عايز ادي علي معلول حقه لان قبل اللعبه دي قبل الكوره دي مباشرة بثانية هو بص على محمد شريف. طبعا شفتها يا كابتن وسام. طبعا بص طبعا. عليه ولعبها له في الحتة الفاضية. طبعا لا لعبها له على القريبة ولا في النص. لا هو لعبها له في الحتة اهي شايف الرؤية. بص شريف وشريف رافع ايده. هو بيرفع ايده. صح تمام كامل بيرفع ايده والتاني بيبص برضه يعني بالزبط. بيبص وخد بالك حدنك تبص وتعبها في نفس المكان. بس هو بس هو شريف بيرفع له عشان تتلعب في الحتة يعني اللي ورا الباك دي. هو ما توقع يعني الكويس في شريف ان هو رافع هنا بس هو بعدت شويه من معلول راح معاه. الجاريه نفسها بتاعت معلول يا كابتن خليته هو يروح كمان يعني ياخدك خطوتين كمان. نفع شريف كمان قوي يا اسامه ايه ان شريف عنده اول خطوتين سريعه جدا. مظبوط لان لو حد عارف لو حد ما كان شويه مش هيعرف الستارت عنده الخطوتين سرعه جدا. لو واحد خطوته يعني كبيره او واسعه شويه ما لحقش كوره زي دي. صح. انما شريف دي مميزات شريف ان هو الخطوتين اقول له سرعه جدا خفيف الحركه وسريع. مظبوط. هو كان عايزها يعني اللي هي الحته الفاضيه دي. الحته الفاضيه اللي هو بيشاور عليها الثلاثه اللي مش ماسكين حد دول فبعدت عشان هو سريع زي ما علاء قال قدر. ولكن عالي رؤيته وتنفيذه هاي معلول تميز. ما شاء الله. بص يا كابتن وحاطط له كوره يعني فوز ثلاث لعيبه. يعني انت برده دي خد بالك يعني صحيح عايزه برده حد عنده دقه كده وعنده يعني حد موهوب يعني انك تحط الكوره في وسط ثلاث لعيبه بالشكل ده وتحطها له في الحته الصح اي حته مكان دي. صح كره خلاص ما فيش اي مش استحاله تيجي جول. استحاله اصلا تروح شريف. مظبوط. اي مكان غير الحته دي يا كابتن. حتى عايز اقول لك على حاجه حتى لو لعبها يعني كره عاليه تشيب كده يعني ما اعرف. دي اهداف محمد شريف بقى في الدوري يا كابتن يعني ده في المقصه كوف عالي او تعمل حلو قوي. ده كوف هايل. ودي برده بدماغه تاني ودي حسين شحات عملها له حلو قوي.
وهو تصرف رائع جدا 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 مظبوط جدا. وما يميز شيل خد بالك من الكره اللي قبلها هي التحرك القطري السريع ده حلو حلو بيتحرك بيه بشكل رائع جدا جدا شريف. لعيب متميز الحقيقه دي برضو مش عارف ليه عدل على الشمال كانت مع هو شو على كويس عايز يعمل في بعض الاوقات فيها ميسي فيعني مش لا يعني لا مش مطلوبه يعني لا هو برضو لا هو بيلعب برضو بس كويس ودي حلوه قوي بس دي بس لا 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 بس دي عدل على الشمال لا دي صح فتح الزاويه مظبوط دي فتح الزاويه جدا جدا طبعا يعني خلاص لان هو مش قصده هنا لعبه بشماله هو قصده انه يعني زاويه الجول بالنسبه له يعني عندك في الضيقه في البعيده يرقص الجول عنده كل حاجه تبقى ده الهدف الاروع بالنسبه لوجهه نظر الشخصيه أوي. يعني التحرك هايل جدا القطعه الباصه التكمله كل حاجه مزبوط. فيه وكمان قرايه ان معلول هيعمل بالعرض دي عايزه برضو خد بالك عايزه لعيب ذكي يعني لعيب عنده ذكاء يعني صح دي وقع واحتكاك وتخبيط وقام وجاب الجول لا هو مميز تماما يعني صراحة واحنا عايزين نتكلم خلي بالك على نقطه معينه كمان ان اصلا محمد شريف مش راس حرب يعني محمد شريف اصلا مش راس حرب طب فاهم انت عشان كده هتلاقي معظم الجوان برجليه مش بدماغه بس احساسه بقى حركات احساسه رائعه هايل هايل ده في حاجات بيعملها على المغمض جدا جدا يا كابتن حركات في ال 18 تحركاته رائعه الجول ده جميل قوي في حاجات بيعملها على المغمض خلي بالك بالاحساس الجول احساس بالمكان الجول والجول ده رائع جدا هايل هايل طبعا ما حدش توقع انه يعمل كده على فكره حتى الجول كيبر استحاله يكون متوقع لا خالص استحاله لا خالص مظبوط الماتش ده كنا متأخرين بهدفين ده ده الماتش اللي تعادلنا فيه المقاولين كسبنا 3-2 ده ماتش الاتحاد برضه هاي اللف وهو من غير ما يبص لف وشاط عنده حتة الإحساس بمكان كويس قوي 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 رائعة جدا 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 وحسن التصرف في الحتة دي خلي بالك دي مش أي حد يعملها برضه هو ما شاء الله دي هايلة دي هايلة دي برضه هايلة الأجوان الحلوة جدا برضه لشريف من غير ما يبص برضه هو شريف بيقول انا كنت اشول وانا عنده حته الاحساس مكان هايل يا كابتن احساس بصراحه هايل يعني غريب قوي انه اقلم نفسه في منطقه الجزاء كده وده اخر جول سنتر فيرو اللي هو بتاع النهارده ما شاء الله ما شاء الله فعلا زي ما قال الكابتن عليه خطوتين عنده الاولين سرعه جدا فعشان كده قدر يلحق الكره دي ولكن لعيب شريف لعيب متميز الحقيقه ومكسب كبير جدا 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 صحيح ويعني احنا انا بستمتع الحقيقه بالتحركات يعني السبرنتات الصغيره اللي بيعملها في ال 18 والربط مع لازم نقول حاجه قبل اتفضل يا كابتن حته الاعاره بتاعت امبي مع كابتن حلمي بصراحه فرقت معاه جدا كمان كابتن حلمي هو اللي غير مركزه هو اللي غير مركزه هو الحته دي هو هداف فرقته وسمعنا كان ممكن يبقى على الطرف لكن حته ان هو استغله في الجزء ده صحيح كل الشكر كابتن حلمي طبعا ده اكيد لازم ياخد حقه لكن في الاخر هنتكلم على امكانيات راس حربه ممتازه موجوده في مصر فعلا يعني مظبوط تعالوا نروح للفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار ارجوكم انتظرونا مرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين كابتن شريف عايزين نتكلم عن مكاسب النادي الاهلي في الفتره اللي فاتت ثلاث ماتشات دول الايجابيات اللي حضرتك شفتها بص هقولك على حاجه انت تحت ضغوط نفسيه طول الوقت كويس كل اللي حصل ما عدا التعادل اللي احنا عملناه قدام بيراميدز كويس وبتاع البنك الاهلي هم دول بس اللي احنا يعني نتيجه الضغوط اللي عليك ونتيجه التعب والتركيز واللعيبه اللي راحت واللعيبه اللي جت والاصابات ده طبيعي في اي فرقه انما افضل ان انا محافظ على الصداره ان شاء الله الماتش الجاي 3 نقاط كمان هو ده المطلوب اثباته هو ده المطلوب من الجهاز الفني واللعيبه هو ده اللي الجماهير بتطلبه كلها انما كده مش هتقدر تقول لفرقتك يعني البشر يعني العب كل 72 ساعه ماتش كل 72 ساعه ماتش وتاخد الفول مارك احنا متعودين على الفول مارك متعودين على ان احنا نبقى التوب الاول الصداره ما فيش نقطه بتروح مننا بقى لنا كتير من ايام كان مين قبل مستر موسيماني موجود فايلر خدنا شوت جامد قوي ما بنخسرش ما بنتعادلش لغايه احنا سيبنا خدنا الدوري قبلها 5 اسابيع اعتقد او 4 اسابيع
فهو ده الوضع اللي احنا بنتمناه دايما. الظروف اللي انت فيها بتلعب في خمس حتت في خمس بطولات نجاحاتك بتستثمر فيها بتيجي على حساب حاجات تانية. تيجي على حساب لعيبتك, تيجي على حساب تركيزك. ده اللي احنا وعندك تركيز في الملعب وعندك غيابات في الملعب وعندك احلال وتبديل وعندك قص ولزق وعندك ابره وفتله. يعني انت بتغزل خدت بالك بكل قوتك انك انت تخرج بثلاث نقاط. فمش هقدر انا اطلب منك انك انت بقى بتقول لي ايه الايجابيات وايه اللي مش هقدر اقول لك ايه امتاع ومكسب. ايوه يعني اداء طبعا في الظروف دي صعب. اداء ونتيجه في الظروف دي توصل لدرجه انت بتشوف فرق سهله قدامك تقول احنا ازاي احنا مش قادرين نخلص واحدين وثلاثه ونضغط. في عامل انت لعيب كوره وانا لعيب كوره وحاسين بنبقى عندنا حالات ساعات احنا ده اللي عندنا الاستريتش بتاعه ان انا ما اقدرش اطلع اكتر من الاستريتش اللي عندي ده. انا عضلاتي مش قادره تشيلني غير على فترات في الملعب. يعني تلاقي في لعيبه تغيب عنك في وسط الملعب خمس دقايق كده وترجع بقوه خمس دقايق تانيين من يريح فيظهر حسين الشحات شويه. الفكر اللي بقى عندنا هو عشان اترجم لك الحاجه دي كلها ان اي حد بيمسك الكوره بقى بيفكر في ايه؟ في الباس اللي هو خلف المدافعين مع تحركات الاثنين فراوده بتوعك. فده الشق الهجومي اللي بيشيلنا الفتره دي. ودي من الايجابيات الحقيقه اللي انت كنا قاعدين بقى لنا ربع ساعه بنتكلم عن محمد شريف والاهداف بتاعت محمد شريف وشكل محمد شريف ازاي. دي من الايجابيات الكبيره قوي اللي احنا اكتسبناها. صحيح كابتن علاء, الفتره الجايه فتره مهمه جدا والنادي الاهلي محتاجها. فتره النادي الاهلي محتاجها للضغوط الكبيره اللي كانت عليه الثلاث ماتشات اللي فاتوا. فتره محتاجها مستر موسيماني لتصحيح الاخطاء. فتره محتاجها لان انت تبص بقى للي جاي تحضر نفسك للاصعب. فتره محتاجها لتجديد دوافع ودي اهم. من الفتره اللي فاتت انت تقريبا فوز كل حاجه من فوز لفوز لبطوله افريقيا المكاسب مهما كان تبشر ايمن الهاله اللي اتعملت حواليك هتخليك لحد كبير يعني حته التركيز ابعد عنك شويه. انت محتاج دوافع جديده, محتاج تبعد عن ضغط المباريات, محتاج تركز بس في حته الاخطاء اللي انت بتحاول تصلحها. محتاج ترجع الناس البعيده اللي هي محتاجه شغل اكتر شويه. يعني الناس النهارده اللعب كلها في الاخر محتاجه شغل ملعب اكتر. صح. عشان كده دي اكتر فايده ليها. محتاج اللعيبه اللي عليها الضغوطات اللي فاتت دي تبعد شويه عن ضغط الماتشات, تبدا تاخد شغل لوحدها خالص. تبدا ترجع تاني عندها حته اللي هي عايز العب, حته التعب دي تهدى شويه. بص هي فتره مهمه جدا يعني. الفتره اللي جايه للنادي الاهلي اهم الفتره اللي فاتت. الفتره اللي جايه دي ان شاء الله هي اللي هتكمل معاك لنهايه الموسم. عشان كده بقول لك هي فتره مهمه جدا, اذا كان الموسيماني اذا كان لعيبه النادي الاهلي كلها الناس المصابه ترجع تاني, حته الراحات, حته تبعد عن المباريات. لا انا متاكد ان الفتره دي جت في وقتها. انت محتاج تفصل شويه عن المباريات, مش تفصل عن الكوره لا تفصل شويه عن ضغط المباريات مهما كان المباراه قبل المباراه في معسكر وبتركز وعايز ثلاث نقاط. الضغط نفسه ده دايما حاجه مش سهله جدا. صحيح. فاما تبعد عن الموضوع ده تبقى هدوء حتى لما تيجي تشتغل اذا كان في التمرين ولا حاجه انت شغال من غير ضغوطات في الهدوء بس بتحاول تصلح الاخطاء اللي ظهرت الفتره اللي فاتت. ودي حاجه ايجابيه لان مفيش فريق في العالم ما عندوش اخطاء بتظهر, لكن المهم انك تحس تحسن الاخطاء الصغيره اللي حصلت هنا. صحيح. كابتن وسام يعني اكتر حاجه في الفتره اللي فاتت كان عندك تعليق ان لعيبه كتير شاركوا كانت ممكن الفرصه ما تجيلهمش لو اللعيبه اللي قلنا الاساسيين او اللي هم بعض الاساسيين اللي كانوا مع المنتخب الاولمبي موجودين كان ممكن ناس ما تشاركش. رغم ممكن يكون الاداء مش احسن حاجه في الثلاث مباريات دولت يعني البنك الاهلي والانتاج والنهارده اسوان ادائنا مش احسن اداء للنادي الاهلي ولكن مشاركه لعيبه حتى لو هم مش في احسن حالاتهم جاهزيتهم البدنيه في الماتشات الرسميه غير مهما كان ما هو بيتمرن او بيلعب ماتشات وديه. يعني واحد زي علي لطفي مشاركته رغم ان احنا مثلا لومنا عليه في مباراه قبل كده لكن النهارده هو شايل كوره انقاذ فرقت كتير جدا معانا فرجله في الملعب بتزود. واليا جاب هدفين الماتش اللي فات والماتش ده ما كانش بيشارك فترات كبيره قبل كده برده ثقته بنفسه انه جاب جونين دلوقتي هتتحسن. ولاعيبه كتير حسين شحات افضل حالا من الحاله اللي كان في فتره كنا بننتقده برده كان بيلعب على طول لما ريح شويه ابتدى يرجع تاني
ابتدى احسن، ابتدى يجيب اهداف، ابتدى يصنع اهداف، يعني في مشاركه لعيبه كتير كانت ممكن ما تجيلهاش، ما تجيلهاش الفرصه لو زي ما قلت اللعيبه بتاعه المنتخب الاولمبي موجودين. فدي ده شيء كويس، لكن الـ 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 الحلو برضو انه احنا هناخد مفيش لعب الفتره الجايه، هتفرق بقى مع اللعيبه اللي بتلعب على طول. ايوه يعني زي المجادة. علي معلول، زي ايمن أيوة. اشرف، تحس فيه تقل شويه. مظبوط. سليه، حمدي فتحي، بدر بنون، دي هتريحهم شويه. صحيح. وهترجعهم للحاله الصحيه والبدنيه. صحيح. يعني يقدروا يستشفوا احسن من. مظبوط. كابتن بلال، وانت هداف ومهاجم، فبتحس بالهداف والمهاجم. الفتره اللي فاتت بصراحه كان في هجوم من بعض الناس على والتر بويل، وقعدنا نقارن بينه وبين بدايه فلافيو مع النادي الاهلي. والتر بواليا لتاني مباراه على التوالي بيشارك كبديل وبيقدر انه يحرز هدف الاطمئنان وهدف الفوز للنادي الاهلي. هل دي تبقى نقطه انطلاقه متميزه لوالتر بواليا مع النادي الاهلي؟ طبيعي جدا. يعني انا عايز اقول لك ان كمان يعني من ضمن المكاسب بتاعه الفتره اللي فاتت هو بقى عندك بديل يقدر يسجل اهداف. أيوة. بديل قوي بيقدر يسجل اهداف، بينزل بيسجل. المباراه اللي فاتت هدف مكسب، النهارده بيسجل هدف تعزيز المكسب. دي حاجه من المكاسب بتاعه الثلاث مباريات. ده جول بواليا. بتاعه الثلاث مباريات اللي فاتت على فكره. بس اثبت هنا تأنى هو يحسب كويس. برافو عليك. تأنى بشكل كويس طبعا، دي تتحسب له. طبعا. اكيد يعني طبيعي يعني. طبعا يعني هو يعني فضل يعني خد بالك هو مؤخر نفسه، هو عايز يجيب جول. مظبوط. عارف انت اللي عايز يجيب جول مش خايف. ايوه هي دي برضو خد بالك، دي احنا بنحسها كفراوده كده. عايز يجيب جول مش خايف، انت ايه مستني. مظبوط. مش عايز كمان يبقى في شك انك في تسلل. شك صح. مش عايز تقع في التسلل. صح. مش عايز يبقى في شك في تسلل. هو خدها بصراحه خدها كويس قوي. بشكل حلو قوي 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 يعني. هتهلنا تاني معلش بعد اذنك، هتهلنا تاني اول ما الكره وصلت لبوالي. كمل ماشي. نكمل. وده اللي خلاه يديله فرصه انه يلعبها من جوه، ما يلعبلوش لفه من ورا. التعني ده لا هو طبعا لا انا عايزه بقى لما خد الكوره. بيني وبينك المفروض يلعبها من جوه يعني من جوه. لا من جوه مش من بره. بيني وبينك لان سهله كابتن، مفتوحه اسهل من جوه. مفتوحه. والتاني اللي اداله بص خدها ازاي بقى كابتن. بص بوليا خدها ازاي علينا. بص الوقفه دي هي اللي ادته المساحه دي. بس وقف هنا. لا انا مش هداف. قبلها بثانيه. ايوه مش هداف بس كده. يبقى خليني اكلمك. بص يا كابتن حضرتك. بص يا كابتن بلال هو خدها ازاي بقى. كمل بقى. كمل الكوره. صعب على فكره مش سهله. حلو قوي. هو عايز يجيب جول يا كابتن. بص عايز يجيب. اي واحد تاني كان ممكن ياخدها ببطن رجله. النكس. ايوه بالظبط بطن رجله كده. هو نكشها من فوق الجول. شالها باناقه قوي قوي. ده الجول. عشان كمان الجول ما يدخلش فيه. خلي بالك هو ده الجول. بص يا كابتن ايمن ساعات بتبقى انت خلاص عايز تجيب جول عندك القرار فبتعمل كل الحاجات ان الكره تبقى بتاعتك انت عشان انت اللي تسجل. صح. الكره زي دي لو خدها بطن رجل ممكن الحارس يدخل فيه. تمام. مزبوط. لان انت لو خدتها بطن رجلك هتجري الحركه الطبيعيه بتاعتك. تمام. اللي هي بالفوت ورك الطبيعي. انما دي هو عمل جامب مع الكره عشان ما يلمسش في الحارس فبالتالي هيبقى كره فاول يعني مش هيقدر هو يستحوذ عليها بعد كده. صحيح. دي رقم 2. هو زي ما قلت لك كده هو راجل المباراة اللي فاتت خد ثقة التسجيل، النهاردة بيستكمل الثقة مرة تانية أو بيكمل الثقة اللي خدها من المباراة اللي فاتت بيسجل هدف. أنا بشوف الهدف ده يمكن ممكن ناس تستسهله لكن أنا بشوف إن هو صعب شوية يعني. صعب لأن تقدير الكورة كان صعب شوية. كانت صعبة شوية يعني. صح. هو حسين لعبها بشكل كويس لكن كان ممكن يلعبها أقرب من كده وأسرع من كده ويبقى أسهل على أبواليا من كده بكتير. مزبوط. لكن أنت بتتحط في موقف إنك المفترض إيه الحل بالنسبة لك، إنك تعمل التقليدي ولا إنك تسجل؟ صح. لا هو الحل بوالي هفكر من الثانية. في فكرة ان انا عايز اسجل هدف النهاردة عشان كده اسجل هدف. صحيح. فانا بشوفه من مكاسب طبعا. صحيح. النادي الاهلي في الفترة اللي فاتت. اخيرا كابتن شريف، رجل المباراة. رجل المباراة. انا بالنسبة لي دايما وابدا علي معلول. علي معلول. كابتن علاء. علي لطفي. علي لطفي عشان الكرة الاخيرة. كابتن وسام. انا نفس الشيء، مش شايف حد في الملعب كان واضح قوي ان رجل يبقى يكون رجل المباراه. فعلي لطفي استحقها زي ما لومنا عليه في مباراه قبل كده. قلنا النهارده
الكره دي كانت نقطه تحول صحيح. في مكسب النادي الاهلي. كره بثلاث نقط. كره بثلاث نقط صحيح. انقذ كابتن بلال. انا يعني النهارده هدي الشحات يعني يدي حسين الشحات يعني النهارده الاثنين اسيست فرقوا مع الاهلي كتير أي. في المباراه فانا بشوفه يعني وممكن اختار بعديه علي لطفي مع كباتي. طيب احنا عندنا اثنين علي لطفي واثنين علي وانت حسين الشحات وعلي معلول وانا اقول علي لطفي. اذا نجومنا بالاغلبيه علي لطفي هو رجل المباراه اليوم. لا انت راجل مش محسوب. هنروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. ارجوكم انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين ونرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. اهلا وسهلا كابتن منورنا. الله يخليك يا كابتن ايمن. تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل المشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. نجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء منهور، كابتن اسامه عرابي، وكابتن احمد بلال. كابتن ماتش كابتن احمد فاكره ولا مش فاكره الاول؟ ماتش بتاع اربعه؟ الاهلي والمقاولين. ست اربع تجوان انا اربع تجوان كان ناصر كل مره كابتن هتفكرنا بيه. جبت الماتش دوت انا كمان كنت فرحان بيه لان على سبت ركنتين جزاء فيه طبعا كابتن ايمن. كان ماتش جميل جدا جدا، كان ماتش مثير، كان ماتش فيه كوره يعني كره قدم حقيقيه. مباراه النهارده بنقول صعبه بدايه من الدقيقه 85 يا كابتن علاء. يعني شوف احنا بنتكلم على التحكيم النهارده، حكم من الدقيقه الاولى الدقيقه 85 مفيش مشكله خالص عنده. النادي الاهلي طبعا متفوق في الاداء وفي النتيجه وفي الملعب واسع. بدايه من الدقيقه 85 النهارده المباراه صعبت على طاقم التحكيم وعلى طاقم الفار. انا بقول الكلام ده في البدايه ليه؟ لكل حكامنا، انك انت كحكم لابد انك انت عندك اليقظه والتركيز والاهتمام حتى الدقيقه 90 او 96 على حسب الوقت الضايع ما انت حسبته. لا تامن غدر المباراه لان لعبه واحده بس يا كابتن ايمن ممكن صحيح. تجي لك تبوظ كل المجهود اللي انت عملته مزبوط. خلال المباراه. هنروح طاقم التحكيم النهارده. محمد عادل الحكم الدولي كان هو حكم الميدان. على الخطوط كان المساعد رقم واحد احمد توفيق طلب، وكان عندنا رضا جبر الحكم المساعد الثاني، وكان عمرو جلال الرابع. على الفار وائل فرحان ومحمود ناجي. محمد عادل كان اخر مباراه ليه مع الاهلي كانت مباراه بيراميدز. كان قدم مباراه كويسه جدا جدا. النهارده بيلعب للنادي الاهلي في فتره مش كبيره. صحيح. انا بقول الكلام ده برضك ايضا ليه؟ لان احنا برضك بنقول ان المسابقه مهمه جدا يا كابتن ايمن. ما عنديش مشكله ان انا اقرر الحكم. ما عنديش مشكله كابتن احمد ان انا اقرر الحكم طالما الحكم معاه لو متميز ومتميز مفيش مشكله خالص. صحيح. ولكن انا نمره واحد كمسؤول لجنه الحكام انا يهمني المسابقه. مظبوط. مسابقه الدوري انا جاي عشان خاطر اشتغل على المسابقه، وبالتالي هنا مفيش مشكله ان محمد عادل النهارده يدير لقاء النادي الاهلي في فتره قليله طالما هو حكم متميز وما عندوش مشاكل مع الفرقتين. هروح للحلقه الاولى سريعا ونشوف هنا حاله ومفهوم مهم جدا جدا. نشوف هنا في مخالفه تم احتسابها على النادي الاهلي. ستوب. هنا نقول ايه؟ مخالفه. لاعب اسوان خد الكره ثبت الكره ولعب بسرعه يا كابتن. هل القانون بيقول للحكم يرجع لان لعبه النادي الاهلي مش مترتبه او المدافعين مش موجودين؟ نروح نشوف الحاله دي. حاله مهمه للمدربين، ثقافه للمدربين. نشوف الحكم هنا في مخالفه خلاص. شوف هنا لعيب النادي الاهلي هم وقفوا. طبعا هنشوف لاعب اسوان عمل ايه. شوف حط الكره ولعب مره واحده. خلي بالك كره القريبه من المرمى كان ممكن لاعب اسوان يروح ويجيب جول وهدف سليم. دي ثقافه بنقولها للمدربين. خلي بالك لما يكون في فاول حاجه اسمها التنفس السريع الحكم ما عندوش مشكله. انا مهمتي ان انا استأنف سريع وانا كانت ممكن تبقى هجمه. كل الكلام ده للاعبين للمدربين لكمال الحكام. الحاله اللي بعد كده حاله من الحالات مهمه جدا. شوف الكل اعتقد ان هنا في مخالفه باليد وهنمشي طبعا بالدليل وبالبرهان. نشوف اولا هنا في تسلل ولا مفيش تسلل. هنا في تسلل دي بدايه خلاص دي لعبه ثابته. ونشوف هنا الكره. السؤال كابتن شريف كابتن اسامه، الكره النهارده اللي بتبقى معموله اوفر كابتن علاء انت لعبت كره طبعا على مستوى كبير ولو حصل ان ايد جت في الكره ايه المفروض يحصل؟ ستوب هتقف الكره هتقف يا اما تروح في الاتجاه المعاكس. طب نشوف هنا الكره راحت فين. نمشي بقى خلي اللايف على طول نمشي باللايف من اول خالص. هل الكره النهارده سرعتها قلت؟ مشيت مسار نمشي على طول طبيعي. لا ما توقفليش نمشي على طول نمشي لما توقفليش الكره. هنا الكره اولا ولا سرعتها قلت ولا غيرت اتجاهها
وبالتالي هي راحت في الاتجاه على طول. هنا مفيش مخالفه لمس الكره باليد، وهنا الحكم المساعد والفار اكدوا ان كان هناك مخالفه التسلل لحظه لعب الكره، وبالتالي هنا كان التسلل كابتن شريف كان تسلل يسبق اي شيء، وبالتالي هنا لا يوجد هدف لاسوان. البعض يقول لك هنا في لمسه يد، لا اللمسه دي مش موجوده اساسا، لان زي ما قلت هنا الكره الكاميرا والصوره احيانا هنا مش بتوضح كابتن، وده اللي احنا بنقوله دايما ان التقنيه في الفار غير اللي موجوده على الشاشه. صح، هنا القرار قرار صحيح الحكم ولا توجد مخالفه ابدا، وهنا الهدف هنا تسلل واضح على لاعب اسوان. نمر ونروح للحاله اللي جايه، حاله من الحالات المهمه جدا. هنا المطالبه بركله جزاء، نشوف كابتن هي الكره صدمت بايه؟ راحت فين؟ هي ليه ما لهاش زاويه ثانيه يا كابتن؟ خلينا ناخد اللقطه اللي قدامنا كابتن شريف ونتكلم في موضوع الزوايا برضك. عندنا مشكله في الزوايا. صحيح. كتير جدا بنتكلم كل حلقه بنتكلم على التصوير على الزوايا على الكاميرات، ولكن هنا بنشوف طبقا للحاله اللي هنا قدامنا الكره تصطدم بالصدر وليس باليد، وبالتالي هنا الحكم هنا اشار باستمرار اللعب والفار طبعا عمل كونفيرم على القرار، مفيش مخالفه لمس الكره بالايد كابتن احمد، وقرار الحكم كان قرار سليم. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. هقف هنا مهمه جدا جدا، هنا انذار لايمن اشرف. نشوف الانذار، دايما بنقول انذار للتهور وليس لاي حاجه ثاني غير التهور او استخدام قوه زائد يبقى في كارت احمر. شوف هذه اللعبه حاله من الحالات المهمه جدا، وزي ما قلت للحكام ما تشتغلش على الشكل العام وخد بالتفاصيل. انا السؤال هنا، وايمن هنا ارتكب مخالفه الانذار، ده السؤال. هل هنا في تهور من ايمن؟ نشوف اللعبه ثاني. نشوف خلاص هو رجليه ونزلوا الاثنين، الاثنين نزلوا على الارض، ده هو شال رجله. اي مخالفه شال رجليه بالظبط، مفيش مخالفه الانذار يا محمد. مظبوط، ما تخش على الشكل والشكل دوت، يعني اللاعب ياخد بطاقه، وهذا لاعب ممكن ربما يكون عنده بطاقتين، هنا البطاقه ممكن توقفه، ولكن العب على التفاصيل من فضلك، لان انا شايف ان هنا انذار غير مستحق لايمن اشرف. هنا مفيش حتى الرجل ما راحتش ابدا في القدم ولا عملت اي حاجه، غير ان ده خطا عادي باهمال ممكن تصفر عليه بدون بطاقة صفراء، نظر غير مستحق لأيمن أشرف. نمر ونروح للحالة اللي بعد كده، حالة من الحالات المهمة، واحنا بنتكلم هنا في هذه القناة بكل مصداقية. شوف هنا بقى كابتن، هنا مساعد رقم واحد. شوف أنا عامل مقارنة هنا كابتن أحمد، كابتن علاء مهمة جدا جدا للحكام المساعدين. اللاعبين جايبهم من نفس المساعد. أيوه. طيب هو هنا عمل إيه يا كابتن؟ نشوف الشحات سليم ولا مش سليم؟ سليم، موقف متغطي. سليم. نشوف نمر ونشوف هنلاقي هنا اشار على التسلل على طول. ايوه اشار على التسلل. احنا قلنا البروتوكول بيقول ايه؟ نقف بس استنى اعمل دي ليه؟ مظبوط. هنا خلي بالك، هنا اللعبه لو راحت لحسين الشحات سند راح انفراد، ممكن يجيب هدف. مظبوط. انت النهارده ما عملتش الديلي وما طبقتش البروتوكول، حكم مساعد دولي. صحيح. من فضلك خلي بالك ان دي حاله من الحالات اللي هي لا يوجد تسلل، وبالتالي انت خالفت البروتوكول فيها. مظبوط. واشرت على التسلل. نروح للحاله اللي بعد كده، هي هو نفس المساعد. نشوف نمر ونشوف ادى الادفانتج هنا، نشوف عمل الديلي، يعني بص عكس طبعا. يعني في اللعبه صح. واضحه صح، هنا اللاعب واضح جدا ان هو في تسلل. ايوه كان يجب عليك انك انت تشير، ومتطرف كمان يا كابتن، الكره متطرفه اصلا جدا، الكره متطرفه، الكره بره واستنى عليها، يعني دي مش كره جول، يعني فاهم قصدي؟ مش استحاله تكون كره جول. انا بسال بس سؤالك، كره جول دي اعتقد من وجهه نظري ان اللعيب يبقى مباشر بيجيب رايح بيجيب جول، وكمان مش يلعبها بالعقل. لا يا كابتن صح، تاكيدا لكلامك يا كابتن، اللعبه واضحه. انا اقول للحكام المساعدين من فضلك، من خلال قناه الاهلي من فضلك، اللعبه واضحه، انت بتعمل ديلي عليه ليه؟ ده انت عكست الاولانيه بتاعت حسين الشحات، لا توجد تسلل، واللعبه هنا واضحه، يعني كان يجب عليك انك انت تشير على تسلل من غير ما تعمل الديلي. لعبه الشحات لا توجد تسلل، وكان من الممكن النهارده تعمل الديلي فيها، وكان ممكن يجي فيها جون، ولكن طبعا هنا تسرع المساعد هنا مخالف لتطبيق البروتوكول. نروح للحاله اللي بعد كده. ايضا شغلنا مش بس حالات تحكيميه كابتن ايمن. أيوة. ولكن حالات تحكيميه توقع ستوب والمكانك ستوب. هو انا يا كابتن اصلا هو انا موجود فين؟ ارجع تاني. صح، هرجع تاني، ارجع تاني من فضلك لو سمحت. ستوب خلاص، احنا قلنا دايما الحكم بيبقى حاصر اللعب كله كابتن بينه وبين مين؟ الحكم المساعد. مظبوط، هو هنا واقف صح تمام، يعني هو كاشف هنا وكاشف هنا وكاشف، حتى المساعد كاشف كل الدنيا. طيب نشوف الباص هنا، لاعب النادي الاهلي عمل ايه؟ نشوف هنا خرج ستوب، انت كده دخلت في محيط اللعب. صح،
كان يجب عليك انك انت تقف مكانك تخلي اللعب يستمر، يبقى اللعب قدامك، ما تبقاش انت داخل كابتن ايمن في محيط اللعب تعمل مشكله للاعبين وتعمل مشكله لنفسك. مظبوط. شوف هنا الكره لما جت صدمت هنا بالحكم، دي ناحيه اسمها التوقع وتمركز، بنقولها لجميع حكامنا من فضلك كل مره بنقول الكلام ده، اشتغل على نفسك في الملعب واتمرن، لان لا يجب عليك انك انت تحصل في الكلام ده يحصل في منطقه الجزاء داخل الصندوق. محمد علي انت كنت خرجت من البدايه، ولكن لا تخش او تدخل في محيط اللعب. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده، حاله من الحالات المهمه جدا، وهنا علي لطفي. كابتن انا بسال سؤال، هرجع تاني كمل. هنا في تسلل، انا معاك وانت عملت الديلي. نشوف هنا تاني، نرجع تاني هنا علي لطفي طلع. اوكي ستوب بقى، كام لعيب عندي من الازرق؟ تقريبا 8 لاعبين يا كابتن. نمشي ونشوف دي هجمه ممكن تيجي جول. ستوب، انا حارس المرمى خرج الكوره، وانت كحكم مساعد ممتاز رفعت وعملت الديلي ان كان في لاعب من اسوان في موقف تسلل. طب انا كحكم هنا هو لابد ان انا اشير على تسلل او اصفر؟ كمل خلاص تسلل والعب، خلاص النادي الاهلي رايح، خلي دي اسمها توقع. وهنا ممكن النادي الاهلي يروح بهجمه، لان هنا تفرق كتير جدا، 4 على 3 5 على 4 كان ممكن هنا النهارده ممكن يجي منها هدف للنادي الاهلي. تمام، نشوف تاني هنا لعبة الاخيره تقريبا، حاله من الحالات المهمه جدا، احقاقا للحق. ونتكلم على الحكم محمد عادل. هو هنا الكل يعني او البعض قال ان هنا في صفاره، حصل ان هو صفر قبل الهدف ما يجي. اولا كابتن، هو اللعبه داخل الصندوق، يعني مفيش فتره ان الحكم حتى لو صفر محدش يقدر ابدا يبقى عنده يقين هو امتى صفر. ولكن لما نروح لللايف هنلاقي هنا بعد الكره ما عبرت هو صفر على ان هناك مخالفه لمس الكره باليد على لاعب اسوان. انت معايا يا كابتن ايمن؟ صحيح. شوف هنا الكره راحت فين؟ نرجع تاني. هنا الكره تصطدم بالصدر. ثم تذهب ترتد في لاعب نادي الاهلي. تروح للاعب هو نفسه ويكمل، هدف صحيح مليون في المية. اولا هدف، الحكم صفر بعد عبور الكره، وبالتالي هنا من حق الفار يراجعه. ولكن في حاجه مهمه، لو كان الحكم النهارده صفر قبل الكره ما تعبر خلاص ما يقدرش يرجع للفار، وكان الهدف كان هيتم الغاء. بشكل عام بنقول النهارده محمد عادل النهارده ادار المباراه مع طاقم التحكيم بشكل جيد، اخطاء صغيره جدا ولكن لا تؤثر في نتيجه المباراه. اتمنى في المباراه القادمه ان شاء الله توفيق لكل حكامنا في المباراه الصعبه اللي جايه يا كابتن. باذن الله يا كابتن، شكرا جزيلا وامتعتنا كالعاده يا كابتن نصر. شكرا. وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه نادي الاهلي ونادي اسوان المؤجله من الاسبوع 17 للدوري العام المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 3-1. الف مبروك للنادي الاهلي وبالتوفيق للمباريات القادمه ان شاء الله. حابب اشكر نجوم الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، الف شكر يا كابتن شرفتنا. الف شكر كابتن ومبروك، الف مبروك وقبل اللي جاي ان شاء الله يا رب ان شاء الله. كابتن اسامة عرابي، الف شكر يا كابتن شرفتنا. شكرا ايمن ومبروك لكل الناس. كابتن علاء منهوب، الف شكر يا كابتن. شكرا كابتن، الف مبروك للنادي الاهلي. الله يبارك فيك. كابتن احمد بلال، الف شكر يا كابتن نورتنا. ربنا يخليك كابتن ايمن، الف مبروك. الله يخليك. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وارق تحياتي.